مشاهدينا الكرام مساء الخير. قبل الأجور والسياسة وقبل الهموم المعيشية والاقتصادية وقبل التطورات السورية، انهيار مبنى الأشرفية فرض نفسه خبرا أول في هذا النهار الذي حل مساؤه على كارثة اجتماعية في قلب بيروت. إذن قبل البدء بحلقة الليلة مع ضيوفنا في الاستوديو وخارج الاستوديو، ننتقل مباشرة إلى منطقة فسوح في الأشرفية مع الزميل فراس حطوم لمتابعة آخر التطورات. فراس مساء الخير. مساء النور جورج. ماذا في آخر التطورات؟ وطبعا شاهدنا رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان منذ بعض الوقت حيث زار مكان الحادث، مكان وقوع المبنى. أيضا استمعنا إلى آخر الأخبار فيما يختص انتشال جثتين وعشرة جرحى. ماذا في المزيد من التطورات أيضا حسب مشاهداتك؟ نعم جورج، يعني بحسب المشاهدات، يعني السؤال الأهم الآن ربما بات متى ستنتهي عملية رفع الأنقاض لتحديد عدد الضحايا ومعرفة الناجي منهم من غير الناجي. هذا هو السؤال الأساس. حتى الساعة الرقم الذي ذكرته هو الرقم الذي يعني لازلنا نملكه، 10 جرحى إصاباتهم يعني متوسطة أو فوق المتوسطة بقليل، ولكن حالتهم الصحية جميعهم مستقرة، واثنان من يعني اثنان قضوا في هذا الحادث، إحداهما هي الفتاة آن ماري عبد الكريم وشاب آخر في مقتبل العمر. عدا ذلك إذن أقول السؤال الأساسي هو متى ستنتهي عملية رفع الأنقاض. بحسب ما علمنا من يعني مصادر تعلم في هذا النوع من عمليات الإنقاذ يعني وعملت في حالات مشابهة، فإنه لا يتوقع أن تنتهي هذه العمليات قبل نهار ظهر غد. يعني هناك استبعاد لأن تنتهي هذه العملية اليوم، خصوصا وأن كمية الإنقاذ التي سقطت كبيرة والمبنى بشكل كامل انهار. إذا عملية الإنقاذ لن تنتهي على الأرجح قبل ظهر الغد، وعلى ضوئها سيتم معرفة العدد النهائي للضحايا. هذا كل شيء جديد حتى الساعة. هل هناك حضور سياسي لازال نعم، هل تتم عملية الإنقاذ أو عملية رفع الركام بطريقة تراعي أيضا إمكان وجود أحياء يعني في هذه الركام حتى لا يصابوا بأذى من جراء عملية رفع الركام؟ يعني هنا أيضا نقطة حساسة في نعم هذا الإطار. نعم نعم نعم، يعني هناك محاولة أقول من قبل العاملين في هذا المكان، يعني مكان سقوط المبنى، لأن يراعوا يعني الحفاظ على حياة الأشخاص العالقين داخل المبنى في حال كانوا أحياء، أو على الأقل الحفاظ على جثثهم. ولكن ضعف التجهيزات اللوجستية، قلة الخبرة في بعض الأحيان، تداخل بين الأجهزة المختلفة والعاملين في هذا الأمر، يعني قد لا يضمن دائما أن يكون هناك يعني إمكانية لمراعاة هذا الأمر. يعني لا أقول أنه لا يوجد مراعاة، هناك مراعاة، ولكن هناك بعض الأمور التي يعني يمكن بالإمكان أن تكون أفضل ربما في حال تم وضع خطة لخطة طوارئ أو في حال كان هناك نعم وأكثر استعدادا. نعم لو كان هناك تدريب وتجهيز. نعم في الختام بالفعل. نعم في الختام فراس، الوضع الميداني يعني كما تشاهد قبالتك، هل هناك نعم ما زال العديد من الناس، منهم البعض منهم بدافع الفضول، ونتمنى عليهم لو يفسحوا في المجال أمام استمرار عمليات الإنقاذ حتى لا يشكلوا عائقا أمامها؟ صحيح بالفعل، يعني يعني هذه هي حال الأمور، وهذا هو الحال في لبنان تحديدا. فضول الناس دائما يدفعهم إلى التجمهر في هذه الأماكن، وإن كان بعضهم يعني ليس بدافع الفضول بقدر ما هو بدافع يعني التوتر على أقربائه، لأن بعض الأناس هنا يملكون أقارب لهم داخل المبنى المنهار. إشارة أيضا إلى أنه يعني سكان المبنى هم من جنسيات مختلفة، ليسوا فقط لبنانيين، هناك أيضا عدد من السودانيين بينهم جرحى تم إجلاؤهم، هناك أيضا من فلبينيين، وقيل أيضا بعض المواطنين السوريين. بطبيعة الحال يعني نتمنى أن يكون الجميع من مختلف الجنسيات اللبنانية وغير اللبنانية في حالة صحية يعني جيدة، وأن يتمكن أكبر عدد ممكن من النجاة. فقط أريد أن أتوقف عن مسألة إضافية جورج، يعني كنت قبل بعض الوقت علمت بها،
هناك احد العالقين تحت الركام. نعم. هو مصري الجنسيه، ربما يكون قد انتشل قبل بعض الوقت، لا ادري ما اذا كان قد انتشل حيا ام لا، ولكن علمت انه قبل بعض الوقت تم انتشال احد المواطنين المصريين من تحت ركام. نعم. المبنى. شكرا لك فراس حتوم، اذا حدثنا مباشره من منطقة فسوح في الأشرفية. هنا إشارة أيضا إلى أن وزير الصحة أبلغوني أنه قال منذ بعض الوقت أن المحصلة أو النتيجة حتى الآن هي قتيل واحد وليس قتيلين. على كل بعض اللحظات سنكون مع الزميلة رونا الحلبي مباشرة من المستشفى حيث يتم نقل الجرحى والمصابين إليها. قبل ذلك أهلا بالأستاذ محمد شعير والأستاذ غسان غصن. قبل الدخول بتفاصيل حلقتنا، يعني نبقى بأجواء ما حدث اليوم في الأشرفية، بدي تعليق منكم لأنه صار في كتير كمان حديث يفتح أمام موضوع سلامة المباني السكنية، مسؤولية الدولة في هذا الأمر. كنا عم نحكي قبل ما نفوت على الاستوديو أستاذ شقير أنه بالخارج في كل 10 سنين لازم يطلع رخصة بناء على كشف معين إذا هالمبنى يستمر مأهولا أم لا. فتفضل شو أستاذ جورج. أنا بالبداية بدي أعزي أهل الضحايا وأحبائهم، وبدي أطل إن شاء الله بتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين طبعا، ويقدروا ينقذوا كمان يعني المفقودين. وبشدد هون على الحكومة، وبطلب من الحكومة بكرة بمجلس الوزراء يطلع قانون بموضوع الرخص للمباني القديمة مثل ما كنا عم نحكي قبل يلي موجودة بأوروبا، ويشددوا على البلديات بتفعيل الدوائر الفنية. ما بيجوز اليوم هالانهيارات يلي عم بتصير، هاي من خلال 6-7 شهور هيدا رابع انهيار، انهيارين بالأشرفية، واحد طريق جديدة وواحد بالناعمة. بقى بتمنى على الحكومة بكرة ياخذوا قرار سريع بالنسبة لموضوع الأجور، ما يضيعوا الوقت ويتخانقوا ويختلفوا، لأنه الانهيار ما بس عم بيصير بالمباني، الانهيار عم بيصير بالضمير وعم بيصير بالمسؤولية. نعم. كمان نعم أستاذ غسان، يعني مع التأكيد على أنه اللي حصل فاجعة إنسانية مرتبطة بمسؤولية مباشرة للدولة. شو مسؤولية الدولة برأيك؟ مسؤولية الدولة المباشرة أنه ما عم تشتغل على تأمين قانون عادل للإيجارات ينصف المستأجر اللي قاعد بمبنى صاحب الملك هامله، لأنه ما بقى يعني صاحب الملك إلا بقيمة الأرض اللي قاعد عليها، ويمكن البعض بيتمنى يصير بهذا المبنى مثل ما صار فيه. لأنه هل برأيك يجب أن يكون هناك قانون يصير في كشف مثل ما كنا عم نحكي كل 5 سنوات أو كل 10 سنوات، خاصة على المباني اللي صار عمرها يعني 40 أو 50 أو 60 سنة، لكي يتم التأكد ما إذا كانت فعلا جديرة بأن تكون مأهولة؟ أكثر من هيك، في لازم يكون في قانون لسلامة البناء الحديث منه والقديم، لمتابعة موضوع البناء وعدم جشع بعض التجار بالأبنية، بتعرف مرقنا بطريقة تشييدة، يعني بطريقة تشييدة وبطريقة المخالفات القانونية اللي بترتكب. نعم. على كل هذا موضوع مفتوح على الكثير من الحديث والتعليق. بعتقد أنه بهالمناسبة هذا بيفتح المجال للاهتمام بهذا الموضوع بشكل مباشر، وخصوصا لدى مجلس النيابة اليوم قانون للإيجارات لازم ينبت بالسرعة الممكنة لحتى ننتهي من هذا العدم التوازن الاجتماعي. نعم. اللي خلق. سأنتقل إلى مباشرة مع الزميلة رونا الحلبي إلى مستشفى الروم في الأشرفية، وحيث أيضا سيكون لها حديث مع المدير الإداري في مستشفى الروم السيد متري حداد. رونا مساء الخير. مساء الخير جورج. رونا، ماذا لديك في حصيلة يعني الجرحى أو الإصابات؟ نعم، لقد خرج معالي وزير الصحة منذ قليل، وكما قلت أن عدد الجرحى هو 11 جريحا وقتيل واحد، ومعي الآن السيد متري حداد وهو مدير إداري في المستشفى ليطلعنا أكثر على التفاصيل. سيد أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني شو الوضع جوا؟ كيف هي حالة الجرحى؟ هلا مثل ما بتعرفوا في عنا 5-6 أشخاص جابوا لنا إياهم، وحدة متوفية اجت وصلت متوفية، وخمسة حالاتهم لا تدعو للخطر يعني، وحالتهم الطبية تحت السيطرة كما أفادونا الأطباء والهيدا، ووحدة منهم حتى غادرت جروحها طفيفة يعني غادرت، وعندنا 4 هلا أيدي المعالجة عندهم عمليات، وبس حالتهم مبدئيا كويسة إن شاء الله.
هل عندكم أي أخبار عن إمكانية يعني حالات جديدة قد تصل إلى المستشفى؟ هلا نحن جاهزين ونحن نتمنى أن يكون العدد أقل ما يمكن يعني إن شاء الله الله يعين ويكونوا الإصابات أقل، ولكن نحن جاهزين ونحن بدنا نكون بخدمة الناس وبخدمة أهلهم كمان، لأن الأهل عم بيكونوا جايين بحالات يرثى لها بالفعل ومضطرين نعالج المصابين ونعالج الأهل كمان، لأنه حالتهم بالفعل الله يساعدهم. على حسب علمكم صحيح أنه هؤلاء الأشخاص كلهم يعني يقطنون طبقات العليا بالبناية؟ يقال، أنا مني أكيد يعني المعلومات ما بقدر أجزم فيها أن دقيقة، ولكن يقال أنه الضحايا اللي إجوا لهلأ المصابين اللي إجوا لهلأ هني بطبقات عليا بالمسكن. نعم. بس مني أكيد يعني ما بقدر أجزم أنه هالشيء صحيح. رونا، بس لا شك في ناس حسب ما كمان قال معالي الوزير كان عم يتفقد المبنى اللي منهار، وقال أنه بعد بيعتقد أنه في ناس بعدهم تحت الأنقاض موجودين أو مفقودين عم بيتم البحث عنهم. نعم. شكراً كثير لك. شكراً لكم، يعطيك العافية. نعم جورج، إذن كما سمعنا فإن العدد الصحيح، نعم تفضلي، العدد الصحيح هو 11 جريح وقتيلة واحدة، وعمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة. نتمنى أن تكون عدد الضحايا قليلة. نتمنى السلامة للجميع جراء هذه الكارثة التي حلت. هل لديك ما تضيفينه في الختام؟ نعم جورج، وقد أدلى معالي الوزير بتصريح سنستمع إليه بعد قليل يعني أكد فيه هذه المعلومات، ويبدو أنه يعني صحيح أن كل الجرحى هم من سكان الطبقات العليا، وقال لنا أن عمليات الإنقاذ جارية في هذه الأثناء لمعرفة أو لإيجاد الأشخاص على أمل أن يكونوا على قيد الحياة. نعم جورج، شكرا لك رونا الحلبي. إذن حدثنا مباشرة من مستشفى القديس جورجيوس في الأشرفية. لا أعلم إذا كان تصريح معالي الوزير جاهزا أم ماذا. إذن سنستمع إلى تصريح وزير الصحة خلال نشرة أخبار 11:30. إذن ألقينا الضوء على المستجدات والتطورات التي لها علاقة بموضوع انهيار المبنى في منطقة الأشرفية، والذي أسفر حتى الساعة عن وقوع 11 جريحا وللأسف قتيلة واحدة، وما زالت عمليات الإنقاذ ورفع الركام مستمرة ويتوقع لها أن تستمر حتى ظهر الغد، لأنه تم إزالة الركام أو إنقاذ من هم موجودون في الطبقات العليا. إذن بعد هذا البداية أو بعد هذه المقدمة حول ما حدث في الأشرفية، ننتقل إلى موضوع حلقتنا لهذه الليلة، والجزء الأول منها ما له علاقة بالأجور والزيادة على الأجور وما حدث خلال هذا الأسبوع من تطورات، ولم نفهم بالتحديد كيف ستكون خاتمة هذا الموضوع. قبل استقبال الضيوف مباشرة من الاستوديو ومن خارج الاستوديو، هذا التقرير نبدأ به. ملف الأجور كذب على العالم. أجور البيوت يعني، أجور البيوت يعني هي كلها مثل ما بيقولوا طبقة علس، بريق زيت، طبقة بحص مش طبقة علس، طبقة بحص، بريق زيت. ولا محطوطة على الطاولة بيضحكوا فيها على الشعب اللبناني. بكره منزيده، بكره منزيده. هني أجار طريق ما عم بيعطونا، مش لا يعطوا بالأول أجار طريق ولا شو؟ هلا بدير عائلة ولا بدير عائلة، هلا بدير عائلة ولا بدير عائلة، ما احنا عارف شيء. هن مش عارفين شو بدهم يزيدوا شو بدهم يحطوا. بدك شيء مبصر ممكن يعرف بيعطيك شو عم يصير بلف الجور. كله ضحك على الناس وعلى الموظفين، عمين الضحك. ما بدنا زودة، بس يشيلوا الضريبة على العالم، يخففوا ضرائب. كل ساعة برأي، ساعة بقولوا 150,000، ساعة بقولوا 100,000، ساعة بقولوا 200,000، ساعة بقولوا 800، ساعة بقولوا 700، ساعة بقولوا 600، ساعة ما حدا عارف شو عم بيصير. ناطر الزولة. بس ما راح نفضل الزولة. البلد وارد يعني ابتسم أنت في لبنان. إذن على وقع آراء المواطنين بموضوع زيادة الأجور نبدأ موضوعنا لهذه الليلة. هل نبتسم لأننا في لبنان
في ظل طبخة البحص والكذب على العالم وانتظار الزودة إذا رح نقبضها، لدرجة أنه صار بدنا شي مبصر. هذا ما يقوله المواطنون، فماذا سيقول الليلة المعنيون بهذا الموضوع؟ رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس هيئة التنسيق النقابية حنة غريب، إضافة إلى تقارير وروبورتاجات حول هذا الموضوع. هذا في القسم الأول من حلقة الليلة. أما في القسم الثاني فالوضع في سوريا في ظل خطاب الرئيس الأسد هذا الأسبوع والتطورات الميدانية والسياسية، وسيكون معنا مباشرة من دمشق عضو مجلس الشعب السوري أحمد منير، ومن باريس عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري جورج صبرة. إذن نبدأ من لبنان ومن مسألة الأجور. مجددا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم أستاذ محمد شقير، أستاذ غسان غصن. هل صارت القصة قصة طبخة بحص؟ شفنا الناس شو قالوا، سمعنا آراءهم، هل صار بدنا نبصر لنعرف أمتى الزودة رح تصير؟ لا، صارت مهزلة سياسية ومزلة اجتماعية ومراسيم لعبة كشاتبين، نحكيهم مثل ما هني، مثل ما بتحكي الناس، مثل ما بنحكي نحن. لأنه بهذا العملية صار في عملية استعراق قوى سياسية على حساب لقمة عيش الناس وعلى حساب عيش العامل وكرامته بذات الوقت، وكباش على ظهور المواطنين، مين بده يسجل نقاط على الثاني. ليش تحول الأمر إلى ملف سياسي بامتياز حسب ما عم بتقول؟ وليش خليتوه يتحول لهيك؟ يعني أنتوا اتحاد عمالي عام، لازم تكونوا أنتوا اللي ممسكين بهذا الموضوع، لازم أنتوا اللي يكون مطلب اجتماعي عمالي معيشي بحت، ما يتحول لملف سياسي خاضع للتجاذبات والكيدية السياسية حتى. ليش صار هيك؟ ليش تحول لهيك؟ إنه تعتاد اتحاد العمالي العام اللي هو من تشكيل وطني واحد، هو بده ياخذ الأمر للسياسي، ولا مع الأسف بالسياسيين بياخذوا الملف بالسياسي، ولا اللي شفناه بمجلس وزراء، وهذا الكباش اللي دائر بمجلس وزراء، تسجيل نقطة على حساب نقطة قبل منها، بس وعاملين الناس رينج بيلطموا العالم. بس استاذ غسان، يعني لو كانت الحركة العمالية والنقابية قوية بما فيه الكفاية، كانت قادرة أن تسحب الموضوع من التسييس، وقادرة أن تفرض رأيها وتفرض حضورها ووجودها بغض النظر عن التسييس. الحركة النقابية قوية بما فيها الكفاية ومختلفة منذ تاريخ هذا الصراع. مختلفة ليه؟ مختلفة لأنه التسييس دخل فيها. لا مش لأنه شرعته بوابكم من أيام حتى من تدخل الخلافات السياسية عليكم. ليش لحتى اللي ناخد الأمور وما نقرأ؟ من تاريخ تكوين الاتحاد العمال العام من 73 كان الخلاف دائم ودائر بين الله يرحمه جابرييل الخوري والياس الهبل، حدا بيحكي بالحوار الاجتماعي وحدا بيحكي بالصراع الطبقي، والقصة مستمرة على هذا المنزل. إذا اليوم تشوف كيف تركيب الاتحاد العمال العام وكيف تشكيله ومين مع الحوار الاجتماعي ومين اليوم بالصراع الطبقي، بتشوفوا النزاتون بتغيير الأسماء. هذه القصة اللي دائرة اليوم، وهذا أمر طبيعي، هذا أمر أولا حيوي داخل كل حركة بالمجتمع وداخل كل اندفاع بالمجتمع نحو أفضل معين. في حدا بيشوف الأمور عند هذا الحد، حدا بيروح أبعد منه، أبعد من هذا الحل، ولكن استغلال هذا الموضوع بأطر سياسية معينة. عم نسمع على المنابر الحكي، رح أرجع لك إنه أنا مش عم تفضل رح أرجع لك، بس بدي أسأل الأستاذ محمد شقير عن المنحة السياسي اللي أخذته الأمور. يعني بعض المصادر بتقول إنه في جبهتين داخل مجلس الوزراء، يعني في الرئيس بري والرئيس مئاتي متمسكين حسب ما بتقول بعض المعلومات الصحفية، متمسكين بالاتفاق اللي تم بينكم وبين الاتحاد العمالي. بالمقابل في تكتل التغيير والإصلاح طبعا متمسك بمشروع ورقي وزير العمل شرب النحاس. بهالوقت حزب الله يقال انه عم بيسعى لتسوية ما يكون فيها لغالب ولا مغلوب. ليش صارت الصورة هالقد سياسية بحت على حساب معيشة الناس ووضع الناس الاجتماعي والمعيشي، على حساب لقمتهم، على حساب الخبز، وعلى حساب الجوع، وعلى حساب الفقر؟ سيد جورج، ما في غالب ومغلوب. نحن بدنا نغلب مين؟ العامل، القطاع الخاص، اقتصادنا، مستقبل مؤسساتنا. أنا اللي بدي أقول لك ما في خلاف سياسي في هلأ هالتأخير. خليني أقول لك، في هلأ بهالوقت هاي عبلاقوا صيغة ليرضوا الوزير، تكتل الميشيل عون نحن زرناه ونحن على تواصل معه. اليوم صار في تشبث من الوزير. خليني احكي الشغله مثل ما هي. اليوم نحن مضينا اتفاق، وان هذا اتفاق سابق، الاتحاد العمال العام
واصحاب العمل لاول مره بالتاريخ بيتفقوا وطلعنا بمشروع، وهذا المشروع مضينيه بعبده استاذ جورج، ما مضينيه لا بالقهوه على الزاويه ولا مضينيه ما بعرف وين، مضى بعبده وبمباركه الرؤساء الثلاثه. فات هذا القرار ومشروعنا وكانوا عم يتمنوا علينا انه اتفقوا، وصار في خلاف، نحن ما كنا متفقين بكل صراحه، صار في خلاف ونحن يعني قطعنا كل الخطوط الحمر من اجل السلم. إيه بس عم بينقال لا يعني المعطيات او الوقائع متابعين الناس بس عم بينقال انه هذا الاتفاق يلي انتم اتفقتوا فيه بين الهيئات الاقتصاديه والاتحاد العمال العام هذا اتفاق مخالف للقوانين، وهذا عليهم يلاقوا القانون الجور، يقال انه انقضاض على القوانين يلي العمال دفعوا ثمنها تيحصلوا عليها، ومن بين القانون 36 على 67 مش ابدا. اسمح لي بهذا الجانب انا احكي فيه. اولا هذا الاتفاق جرى وفقا لأهم اتفاق صاغته منظمة العمل الدولية اللي هو الاتفاقية 89، وهذه الاتفاقية اللي مصادق عليها لبنان واللي بتركز على التفاوض الجماعي، والقانون 36 على 67 هو استثناء في حال الخلاف في حال التفاوض الجماعي. ايه بس ليش بتكون تحطوا القوانين على جنب؟ لا مش حاطين على جنب على الاطلاق، هذا اتفاقات رضائيه. لا 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 اتفاقات رضائيه وبتحطوا القوانين على جنب. شو حسب القانون؟ اولا خلينا نمشي حسب القانون. هودي سبع مشاريع مراسيم مخالفه للقانون بصياغتها ان في بناءاتها، وهذه المهزله. بقاش حدا يعرف يكتب مرسوم اما عن قصد، وهون الخطر الكبير انه حتى في بناء المرسوم اذا بتراجع مطالعات مجلس الشورى الدولي وكيف عم بيجاوب على هذه المراسيم، حقيقه فضيحه اداريه داخل ادارات الدوله وداخل سياسات الدوله. طيب هون القانون 36 على 67 قانون واضح وصريح، نحن اللي تمسكنا فيه، اصلا ما كانوش عارفين انه في قانون على 36 على 67، كانوا عم يحكونا ما زيكم تمسكتوا فيه، ليش ما مشيتوا حسبه؟ مشينا حسبه وفقا لمندرجاته، وبالاتفاق مشينا حسبه، قلنا بالقانون 36 على 67 بيعالج مشكلة غلاء المعيشة وباتفاقات رضائية بلشت بال95، مش أول اتفاق رضائي، هذا اتفاق مكتوب ولكن بال95 جرى اتفاق رضائي حيث حلوا أصحاب العمل محل الدولة بتقديم الحق الاجتماعي بالنقل وبالتعليم. طيب بانتظار أنه يصير في نقل وتعليم خلال سنة لحتى يصير أستاذ المدرسة يودي ابنه بالمدرسة الرسمية على المدرسة الرسمية ليشجع. نعم. بس أرجو منك الاختصار لأنه الوقت ضغطنا. عم حاول أضغط قد ما فيه. بس أنا بدي أقول لحتى لي أكد على أنه لم نخالف القانون، اعتمدنا القانون، اعتمدنا المعايير الدولية اللي هي الأساس، اعتمدنا الدستور اللبناني وهو العقد شريعة المتعاقدين، وقلنا بناء عليه عملنا اتفاق. نعم معي. إجا حدا يقول لا استاذ جورج ممنوع تتفقوا استاذ باللجنة الاقتصادية كل الوزراء اللي بمثلوا كل الكتل السياسية كانوا موجودين، قال ممكن نعمل اتفاق بالنسبة لبدل النقل. اليوم كلياتها خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، اليوم كلياتها في تشبث من معالي الوزير، هي المشكلة اليوم. بس بالمقابل في سؤال يطرح، هل صحيح انه الصورة تبدو وكأنه في تحالف بين الهيئات الاقتصادية وبين الاتحاد العمال العام بوجه في اتفاق بوجه وزير العمل شرب النحاس؟ ماذا تقول ردا على هذا الرأي انه انتم متحالفين ضد الوزير؟ هذا كل همكم. نحن تحالفنا، نحن اتفقنا وتحالفنا لمصلحة العامل لمستقبل هالمؤسسات. نحن مش بساعة وبساعتين. طيب يعني نحن كنا بنتمنى، بس خليني اقول لك، كنا بنتمنى انه الوزير يجمعنا، بس الوزير هو اللي عم بحاول يفرق. هيدي سابقه ما صارت بالعالم، نحن متفقين بيجي وزير عم بحاول يفرق. بس الوزير عنده مشروع شاغل عليه. اي مشروع؟ مشروع ينطلق من رؤيته سجور. وهو طبعا عنده باع طويل بالنضال الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي. مع احترامي لرايه، خليني اقول لك، فانتوا شو مشكلتكم معه؟ ليش بترفضوا؟ ليش رافضين مشروعه؟ ليش رافضين رايه؟ كل الكوارث الطبيعية اللي بتجي من ربنا ممكن نتقبلها، بس السياسة الكيدية والتشبث بالرأي ما ممكن نقبله. هيدا المشروع يلي احنا قلنا الرؤساء الثلاثة مباركينه، الوزراء اللي بكتلته هن معارضينه،
وكل الوزراء اللي صوتوا عليه هن معارضينه وكانوا معنا بقصر بعبدة عم بيقولوا لنا بنتمنى عليكم تتفقوا مش كان ما نمرق قرار مين الوزير. مين الوزراء؟ كل الوزراء. مين الوزراء اللي معه؟ مين؟ كل مين مثلا؟ وزير الصحة، الوزير السياحة، وزير السنة، كل الوزراء، كل الوزراء وكل الوزراء معنا وسمعناهم، وسمعنا اصلا ما عم بخبي، يعني ما عم بقول انا سر، سمعنا انه هو انتقد الوزير فادي عبود. انا بتسمح لي ما شفت انتقد انه فادي عبود زلم صناعي ورأس مالي، عيب يكون في حدا طيب رأس مالي صناعي بالبلد. هون هون السؤال ليش عم بتشخصنوا الموضوع؟ ما هذا اللي عم ليش عم بتديروا القصه شخصيه؟ مش شخصيه. اولا اسمح لي بس نحن قلنا له يا معالي الوزير ما في شيء شخصي، يا معالي الوزير تواضع واسمع لنا، خذ راينا، خذ راي الهيئات الاقتصاديه، ما بيصير. طب ما عم بيجمعكم، عم بيجمعكم ضمن لجنه المؤشر، وعم بيحاول ياخذ رايكم، خليه يخبرك. وانتم متمسكين، وانتم متمسكين باتفاقكم وبمشروعكم. خلينا نحط الامور بنصاب. اولا الموضوع مش شخصي، ما في خلاف بين بيت حدا وبيت حدا على هذا الموضوع لحتى نشخصنا. هذا موضوع وزير العمل بلش من اول نهار عنده مشروع كبير كان بده يعمل بلجنة هيدي المؤشر الصغيرة المحدودة الصلاحيات اللي بيحكمها القانون، وبيحكمها القانون 36/67. بده يعمل طبابة شاملة للبنانيين، وبده يعمل ايه. طيب غلط يعني؟ لا 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 لا، دير بالك يا حبيبي، احلامه كبيرة، احلامه كبيرة. هون اختلفوا بالسياسة، لا 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 لا، هون هن اختلفوا بالسياسة على هذا المشروع الكبير. احلامه كبيرة ايه، بس مش احلامه بده يحطها بلجنة المؤشر لحتى لي يحققها. أحلامه إله حق يحلم قد ما بده، خطوة أولى ويحط بداية. مشاريع هيولية قد ما بده، بس هذه المشاريع الهيولية بده أحلام، جزء من الأحلام بيترجم بمشاريع قوانين، ما بيترجم كباش بمجلس الوزراء بين صلاحيات وزارة الصحة وصلاحيات وزارة النقل هلأ وصلاحيات لا وزارة لا العمل. إذا بدري ما تنقلني لشيء أنا تاني. بدي أنقلك للحقيقة يا أستاذ جورج. تصحيح الأجور، أنا بدنا نحكي عن تصحيح الأجور، لأنه أخذت الموضوع باتجاه وكأنه هذا الوزير اللي جاي يعطي الناس والناس ما بدها. مش صحيح هذا. نحن عم نعطي أكثر بغض النظر إيش عم نعطي أكثر. كيف عم تعطوا 675,000 زائد 200,000 عم نعطي 875,000. بس مش الكل، عم بيدفعوا بدل نقل. اسمحنا هون في كثير من المؤسسات ما عم تدفع بدل نقل، بينما الوزير بده يشرعها ضمن المعاش. لا بدي خبرك إنه إذا شرعها ضمن المعاش ومؤسسات ما بتدفع، كيف بده مين بحصل الحق للناس؟ إذا في حق مكرس للناس، وزارة العمل امبارح كان في فضيحة بلجنة المؤشر، حيث دراسة قال عملتها منظمة عملتها البنك الدولي، عرض إنه في 55% من الأجرة بيقبضوا بدل النقل، و 45% منهم ما بيقبضوا. سألنا السؤال، إذا عندكم كل هذه المعلومة، وين أجهزة وزارة العمل ما بتنزل على المؤسسات بالرغم الشكاوى من أفراد ومن نقابات حول هذا الموضوع؟ بجاوب مدير عام وزارة العمل بحضور الوزير أنه بتعرف نحن عم نسير المؤسسات، يعني ما عاد الموضوع بس عدم قدرة بالحل وتقصير، صار في تواطؤ من وزارة العمل بشخص إدارتها وزيرة حاليا ضد مصالح العمال. بس ما فيك تحمل الوزير الحالي كل هذه، أنا بحمل كل شخص بموقعه. يعني أنا في وزراء تعاقبوا على هذه الوزارة. مش جيت على الوزارة حضرتك، فضل اشتغل بمنطوق القانون وبالمعطى اللي بين إيديك، ما تقول الحق على غيري. نعم. بلش من محل مطلوب. خليني انتقل لتقرير في الكواليس يلقي الضوء على هذه الخريطة اللي فينا نقول سياسية اجتماعية التي أدت إلى تناحر أطراف معينة، ويلي أدت إلى هذه المماطرة اللي عم تحدث بملف تصحيح الأجور في الكواليس، ورأي يتضمن لمسؤول الصفحة الاقتصادية في جريدة الأخبار محمد زبيب. في موازاة طقس لبنان العاصف، تباين يعصف بملف الأجور، ملف لا يبدو أنه سيشق طريقه السهل نحو الحل، فمصادر معنية بالملف تقول إنه وصل إلى مرحلة شديدة الحساسية تجعل من الساعات 24 المقبلة حاسمة. فماذا في الكواليس؟ في الكواليس سنجد أن الاتحاد العمال العام لا يمثل العمال، يمثل مصالح
قوى تملك قدرات هائلة على اكتساب المزيد من المنافع على حساب الدولة وعلى حساب بقية الناس وهم الأكثرية. عم بيعطى الصراع القائم اليوم معنى سياسي أو كأنه يدخل في إطار التجاذبات السياسية والانقسامات اللي تعود عليها اللبنانيين، ولكن في قراءة دقيقة لخريطة التحالفات حول موضوع تصحيح الأجور تسقط كل هذا الكلام. تيار المستقبل مع حركة أمل، مع الحزب التقدم الاشتراكي، مع الرئيس نجيب ميقاتي، مع أطراف كثيرة تبدو متناحرة بالسياسة، هي في الواقع صفا واحدا يعبر عن مصالح فئة استفادت من النموذج الاقتصادي التي قام في لبنان طيلة 20 سنة الماضية. في المقابل هناك العمال ضعفاء ليس لديهم من يمثلهم. هذا صراع اجتماعي بامتياز، ميزان القوى للأسف يميل لصالح الأقوياء وليس لصالح الضعفاء. هناك بعض الأطراف على سبيل المثال تكتل التغيير والإصلاح وإلى حد ما حزب الله يعتقدون أن الأوان قد آن لإدخال بعض التصحيحات على النمط الاقتصادي الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في زمن الوصاية السورية، وبالمقابل هناك من يريد أن يحرس هذا النمط نتيجة وجود مصالح كبيرة فيه ويريد أن يستمر ولو على حساب كل اللبنانيين وعلى حساب مستوى عيشهم ورفاههم الاجتماعي. إذا استمر هذا الانقسام في التعبير عن نفسه من موقع السلطة وقدرتها على قمع رغبات التغيير سنذهب إلى الكارثة حتما. أستاذ محمد شقير، سمعنا أنه الصراع بينعطى منحى سياسي ولكن هو صراع سياسي على اجتماعي، وفي قوى متناحرة سياسيا ولكن متفقة بموضوع أنها توقف صف واحد. في قوى بتسير بالسياسة بس منا مقتنعة بالسياسي. بقول لك شغلي، شو القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية كلهم من خط سياسي واحد، من لون سياسي واحد؟ طب ما كلنا كلمة واحدة ليه؟ لا كلنا شايفين أنه هذا القرار غلط، هذا القرار بده يأخذ الاقتصاد على انهيار. كنا شايفين وبلشنا نشوفه استاذ جورج، بلشنا نشوفه في مصانع بلشت تستبدل العمال بعمال مصاري وسوريين. نحن بنعرف الوضع المصري، بنعرف وضع السوري، وبنعرف شو اليوم اذا بده يصير كلفة العامل بلبنان الحد الادنى 800,000 حيخسر 30-40,000 عامل شغلهم. المعالي الوزير هو بلاقي لهم شغل؟ هو بدبر لهم شغل؟ طب هيدي ما عم بيشوفوها، بس عم نسمع. طب واذا صار الحد الادنى 1,250,000؟ الاستاذ غسان غصن قال انه بدنا مليون شغل حتما، 1,250,000، وانتم متفقين بين بعضكم واتفاق رضائي والى اخره، وطالب انت فكرك بلجنه المؤشر 1,250,000. انت فكرك نحن اتفقنا على 675 بيوم اما بساعه؟ نحن معلش حقولها مثل ما هي بوشه، طلعنا روحنا. نحن كنا بهيئات اقتصادية اخدين قرار. خليني بس غسان غصن طرح مبارح 1,250,000 حد أدنى، مستعدين أنتوا تقبلوا؟ أنا برأيك عم بزايد على الوزير، مزايدة على الوزير، عم بتزايد على الوزير شرب النحاس بطرحك هيدا. ما هلا هو قال هيك، شو هو بيحكي؟ هذا رأيي، هذا رأيي، واحد بيحكي عن لسانه. ايه بس لما هو شو بيقول مش مظبوط. عال بس الوقائع لما بتكون متفق، لما بتكونوا متفقين على 675,000 يا حبيبي، وبتطلع بتطلع بوجه الوزير بتحط اقتراح مليون متر، يعني فاذا هي مزايده. خيي بتتركني احكي بس. 1000 يورو هو واقع، يعني انه نحن اليابان، يعني يا ريتنا باليابان بنعطي 3000 دولار. استاذ محمد اذا بتريد، نحن وقت اللي بلشنا بتحركنا تحركنا من إطار من 1,250,000 على قاعدة أنه سنة الأساس لتصحيح الأجور هي 1996. وفقاً لهذا الدراسة بين إيدينا واللي خلاصتها هي
قياس تطور مؤشرات الأسعار بال 96 حتى تموز 2011 معتمدين سنة الأساس 96 بلغت 101%. على هالأساس أنت طرحت طرحنا هذا الأساس. إجا بعد طبعا 3-4 جولات من مراسيم مرة 18% عندي إياهن يعني معنا كتير الوقت ما في عنا وقت مرة 16% من عند الوزير مرة 18%. بس أنا بدي أوصل أنا اللي بدي وصلك للفكرة. إجا الوزير قال انه نحن بدنا نعتمد سنه الاساس 96 قلنا له اهلا اذا بدك تعملها 96 بدك تصحح الاجور على قاعده انه مؤشر الغلاء والاسعار 100% مما يستدعي تصحيح الاجور 100% حد ادنى الاجور 1,250,000 و100% على الاجور اللي معاشه 500 اللي معاشه 700 بصير 1,400 واللي معاشه مليون بصير مليونين واللي معاشه 3 ملايين بصير 6 ملايين وهكذا دولين. هذه القاعدة الصحيحة. تفضل نحن مقتنعين وهذا مطلبنا ناع الهيئات الاقتصادية وطالع بكرة على مجلس الوزراء ناع الحكومة. نعم. ونحن لحتالي إيدنا بزنارك لحتالي وضحت الفكرة. لا بدنا نزيد ولا بدنا نحكي بطالع فاصل بالناس. قبل ما أتوقف مع فاصل إعلاني تعليقك على ما يقال أنه قيادة الاتحاد العمال العام لم تعد تمثل العمال كما يجب، الحكي عن أنه في تحرك نقابي لنزع صفة تمثيل العمال عن قيادة الاتحاد الحالية يعني عنك، شو تعليقك على هذا الأمر؟ تعليقنا أنه نحن 52 اتحاد في بقيادة الاتحاد العمال العام وحول قيادة هذا الاتحاد العمال العام 42 في 8 إذا 8 بمثلوا الحركة النقابية اللبنانية و42 الآخرين ما بيمثلوا بتكون قلبت معايير الدنيا بالقلب. أحسن عملية بهذا الأمر ما نجريه من انتخابات. كل مرة بغيب عن الاتحاد العمال العام بكل انتخابات وبشد الاصطفافات بغيب 10 أو 12 اتحاد. وضحت الفكرة على كل حال. فبالتالي هذا التهويل والتكبير والحكي. هذا تهويل برأيك. الاتحاد العمال العام يمثل أوسع شريحة بالمجتمع، يمثل قطاعات فاعلة ومؤثرة، قطاعات النقل البري والجوي والبحري، قطاعات المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، كل القطاعات الفاعلة هي بالاتحاد العمال العام. القطاعات الأخرى تفرجينا عرضها واستعراضها وتنزل على الشارع. على كل حال بعد لحظات أو بعد قليل من الوقت سنستقبل الأستاذ حنا غريب رئيس هيئة التنسيق النقابية، ولكن قبل ذلك فاصل إعلاني ونتابع بعده هذه الحلقة. ونتابع مشاهدينا هذه الحلقة. قبل أن نتابع البحث في موضوع ملف الأجور مع ضيوفنا محمد شقير غسان غصن وأيضا حنا غريب حيث سينضم إلينا بعد لحظات، سأعود إلى مستشفى الروم في الأشرفية مع الزميلة رونا الحلبي لكي نطلع على آخر التطورات، وأيضا يتضمن هذا الموضوع أيضا مقابلة مع وزير الصحة علي حسن خليل. سنستمع إلى بعض المقابلات التي أجرتها رونا الحلبي وأيضا إلى وزير الصحة علي حسن خليل. مستقرة بس عنده نكسورات عديدة، وواحد كمان عنده كسر وعنده إصابة يمكن تكون بالبطن أو بالصدر، كمان حالته مستقرة عم بينعمل له بتخبرنا إذا بتريد كم جريح صار عندكم بالمستشفى وكيف حالتهم؟ صار في 3 مجريح، اثنين حالتهم مستقرة بس عنده نكسورات عديدة، وواحد كمان عنده كسر وعنده إصابة يمكن تكون بالبطن أو بالصدر، كمان حالته مستقرة عم بينعمل له فحوصات وعم بينعمل له الإنعاش اللازم. هلا بتتوقعوا إنه رح يجي بعد جرحى؟ في عندكم أخبار؟ ما عندنا أخبار شيء، بس نحن هون المستشفى على كامل الجهوزية حتى يستقبل المجريح، يعني الأطباء موجودين للمرضات، الجسم الإداري كله هون ونحن على أتم الجهوزية. أوكي. بنيجا عبكر عبد الله. الحمد لله على السلامة. شو صار؟ أنت أي طابق كنت؟ في طابع الخامس. الخامس. نعم. شو صار معك؟ بس نحن قاعدين مع الشباب هيك فجأة بعد فورة وزنا. كنتوا عارفين أنتوا إنه البناية مقطوعة؟ ما عارفين. كلكم كنتوا على طابق الخامس. نحن في الطابع الخامس 5 أشخاص. خمسة أشخاص حلا
هلا صاروا اثنين حيين والباقي ثلاثه مش عارفين حيين ولا ميتين. بعد ما بتعرفوا وين ثلاثه منين؟ ايه شو اسمك؟ أنا اسمي الصادق يحيى إدريس عبد الله، سوداني الجنسية، ملقب بعوض، من أبناء الجزيرة بالسودان، منطقة ود مدني. الحادث ببيروت هون حصل مفاجأة، كنا بالشغل، خلصنا دوام الصبح، جينا بعد الساعة 4:30 على 5، كنا بالبناية، أخذنا راحتنا وكنا بدنا واحد بده يتحمم هيك. شخصياً كنت على التخت يعني. قبل ما افكر انه في شيء اتغطيت على الشرشف تبعي بدي اخذ راحتي، فجاه انهارت البنايه يعني. شفنا من غير ما نحس يعني، شفنا انه في نزول ضغط. قبل ما ارفع راسي انهارت كل البنايه يعني. فاتصل صديقي معي اسمه يعقوب ادم من ابناء منطقه فطيس بالجزيره بالسودان، فقدته واحد اسمه عباس دوما او عباس مين ما بعرف، كمان من السودان من منطقة اسمها المضوم بان، والثالث اسمه إبراهيم ما بعرف اسم بيه، كمان من منطقة اسمها حلفة بالسودان، وفقدتهم هذول فجأة يعني. والحمد لله اللي صرت منيح أنا، بس معي كسر بإجري، هذا تظلت أثناء ما الشباب ينقذوني، وكنا بنشيل الشهادة وبسمع الشهادات جوا يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بس ما في شيء غيره كان. أنتوا ما كنتوا بتعرفوا إنه البناية معرضة لتوقع؟ لا ما حدا خبرنا ولا حتى حسينا بشيء. أنا ما حسينا بشيء إنه في شيء، إذا كان نحن ما في شيء حصل إنه شفنا شيء يعني ولا شفنا شيء. حتى البناية فيها كمان كتير لبنانية يعني، ما في شقة فاضية إنه يحسس إنه البناية قديمة أو شيء. هلأ ثلاثة ما بتعرفوا وينهم؟ ما بعرفهم وينهم إيه. اليوم يعني زيارة طمنا على أوضاع الجرحى اللي موجودين بالمستشفى اليوم. كل الإسعافات المطلوبة قامت لإلهم. الوزارة من اللحظة الأولى طلبت قبول الجرحى كلهم على نفقة وزارة الصحة، المستشفيات تجاوبت. نحن اليوم بالمستشفى في عنا 5 جرحى، في جريحة تم علاجها وخرجت من الجنسية الفلبينية، وفي المرحومة اللي ماتت واللي عندها أخت أيضا جريحة وأخ جريح. ان شاء الله يعني اوضاعهم مستقره. هلا التركيز على استكمال عمليات رفع الانقاض ومحاوله انقاذ ما يمكن انقاذه. المعلومات انه ممكن يكون في بعض احياء بالمبنى مثل ما تركنا قبل شوي، العمليات عم تجرى. منيح انه تم انقاذ 2 كمان من تحت الانقاض بصحه مقبوله. قبل بحوالي ثلث ساعه اخر واحد من الجنسية المصرية، وقبله كان في شخص من الجنسية السودانية كمان، واحد بنقل على أوتيل ديو، واحد على مستشفى الجعيتاوي. كيف بصير عدد اللي الجرحى اللي في 11 جريح ومتوفى؟ طيب الإصابات لحد هلأ؟ الإصابات الدكتور عماد طمنا الإصابات الموجودة هون تحت السيطرة، في كسور، وفي أحد الشباب عنده جرح براسه، نزيف براسه، لكن طمنونا أنه مستقر. وضعه مستقر وهو تحت وضعه تحت السيطرة إن شاء الله. معالي الوزير حضرتك شفتهم للمصابين وحكيت معهم هلأ، وهيدون هل كانوا يعني بالطبقات العليا من المبنى؟ خلينا الموضوع موضوع بعضه كل الأمور مخبوصة ببعض البعض يعني. خلينا نركز هلأ على عمليات الإنقاذ. المبنى كان فيه عدد كتير كبير، وفي ناس كمان تم إنقاذهم أو هني أنقذوا أنفسهم لأنه كان خارج المبنى أو بمنطقة قريبة بلحظة الانهيار قدروا أنه هربوا. وهلأ كمان في تركيز على اللجنة الفنية اللي تشكلت بتكليف من رئيس الحكومة تنجز تقريرها لحتى تتحدد المسؤوليات، حتى ما نرجع نوقع بكوارث ثانية إنسانية إن كان ببيروت أو بغيرها من المناطق. صرت بنتي شقفة من جواتي، صرت بنتي، صرت بنتي، صرت بنتي،
احنا مفتوح عنا. إذن مشاهدينا، كما تابعنا هذه المشاهد من مستشفى القديس جورجيوس في الأشرفية حيث نقل المصابون والجرحى إلى المستشفى، نتحول مباشرة إلى مكان انهيار المبنى مع الزميل فراس حطوم لنستطلع آخر التطورات في عمليات الإنقاذ ورفع الركام. فراس، ماذا لديك من جديد؟ نعم جورج، نعم، يعني عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الساعة. الجديد الذي علمناه هو من السفارة السودانية، علمنا المستشار السفارة السودانية الموجود هنا في موقع الانفجار، كان حتى قبل بعض الوقت موجودا هنا، الآن هو في إحدى المستشفيات يتفقد بعض الجرحى. علمنا أن عدد السودانيين الذين كانوا متواجدين بداخل المبنى لحظة انهياره بحسب المعلومات التي توفرت لدى السفارة السودانية هم 19 سودانيا، علما أن عدد السودانيين الذين يسكنون هذا المبنى هو أكثر من ذلك، ولكن هؤلاء الذين كانوا متواجدين لحظة سقوطه، من هؤلاء 19 تم انتشال 4 جرحى، يعني هم على قيد الحياة ولكنهم جرحى، و15 آخرين لازالوا في عداد المفقودين، ما يعني أنه إذا كان هذا هو العدد فيما يتعلق بالجالية السودانية، يعني 19 مواطن سوداني، هذا يعني أنه من الجنسيات الأخرى اللبنانية والمصرية والسورية وحتى الفلبينية التي تقطن هذا المكان المبنى. يعني أن العدد الذي كان موجودا بداخل المبنى هو فوق 30 أو 40 شخص حسب التقديرات الأولية. نعم، شكرا لك فراس حطوم. إذن في حال وجود معطيات جديدة سنكون معك مباشرة على الهواء. ونتحول إلى الزميلة رونا الحلبي في مستشفى الروم لكي نعرف منها أيضا آخر الحصيلة فيما يختص عدد الجرحى، ونأمل السلامة للجميع وأن يتم انتشال القاطنين في هذا المبنى على وجه السرعة وضمن إطار طبعا أخذ في عين الاعتبار الحفاظ على سلامة هؤلاء السكان الموجودين تحت الركام خلال عمليات الإنقاذ أو خلال عمليات رفع الركام. هل أصبحت رونا الحربي جاهزة معنا مباشرة من مستشفى الروم؟ رونا، إذن رونا الحلبي المتواجدة في مستشفى الروم أيضا ستطلعنا على مجريات الوضع هناك. رونا، من جديد ماذا لديك؟ تفضلي رونا. نعم جورج، هل تسمعني؟ نعم نعم، تفضلي. جورج، يعني الحالة لم تتغير كثيرا هنا في هذا المستشفى، فعدد الجرحى ما زال هو نفسه، إلا أننا علمنا أن عبد الكريم كامل وهو مصري الجنسية قد انتشل وهو يعني حي، وهو الآن في مستشفى رزق، يعني هذه هي المعلومة الجديدة. وكان معالي وزير الصحة، يعني كنا قد استمعنا لما قاله بأن الأعمال مستمرة لانتشال الأشخاص المتواجدين تحت الأنقاض. جورج، شكرا لك رونا الحلبي إذن على هذه المعلومات. بالطبع مشاهدينا، في حال حصول تطورات جديدة سنكون معكم مع مراسلين فراس حطوم ورونا الحلبي مباشرة لموافاتنا بآخر التطورات. إذن بالعودة مشاهدينا إلى حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة حول موضوع تصحيح الأجور مع ضيوفنا محمد شقير غسان غصن، وأيضا حنا غريب سينضم إلينا رئيس هيئة التنسيق النقابية للحديث حول موضوع تصحيح الأجور وأين أصبح هذا الموضوع. أستاذ حنا غريب، مساء الخير. مساء النور لك ولضيوفك وللمشاهدين. طبعا كنت تتابع مجريات هذا الحوار، وبالطبع تابعنا تصريحاتكم خلال هذين اليومين. تقول أنه حسب تصريحك الأخير أنه في حال صدر عن الحكومة ما يخالف توجهات هيئة التنسيق النقابية فأنتم تلوحون بالإضراب والاعتصامات، فهل أنتم تستعدون للإضرابات والاعتصامات، وما هو تصور الحل من وجهة نظركم؟
أول شيء أستاذ جورج، خلينا أول نوجه التعازي لعائلات الضحايا اللي سقطوا، ومع تمني الشفاء العاجل للجرحى، ويريد بهالدولة اللبنانية مرة منستدرك المصايب قبل ما تحصل، بدل ما نجي نبكي عليها ونصرح فوق منها، هيك بيكون يمكن أسلم. موضوع السكن بلبنان موضوع مهم وحيوي وأساسي، ولازم ينحط على جدول أعمال وينوضع حد نهائي لهالمسلسلات من الانهيارات، وخاصة بالنسبة لهالعائلات الفقيرة. نعم. اللي مضطرة تقعد بمباني ما بتعرف أي ساعة بتوقع عليها، لأنه ما في سقف فوق راسها تقدر تسكن. نعم. تحت. نعم. منه. طبعا هذا موضوع يعني يجب الاهتمام فيه. هولي غصب عنهم قعدوا رغم كل الخطر، لأنه ما في محل يروحوا عليه. نعم، ولكن أتمنى عليك أستاذ حنة أن نعود إلى موضوع الأجور، لأنه الوقت ضاغط علينا. فيما يتعلق. نعم. بالموضوع، خليني أقول أول شيء، هذا الاتفاق الرضائي أصحابه بيقولوا هو غير قانوني. يعني الأستاذ نقولك شماس باجتماع لجنة المؤشر بيقول هذا اتفاق غير قانوني، ونحن كمان بنقول أنه غير قانوني، وبعتقد يعني اللي وقعوا عليه كلهم سوا بيقولوا غير قانوني، وبالتالي هذا الاتفاق ما لح ينقر بمجلس الوزراء. شو هو الغير قانوني فيه؟ لأنه غير قانوني. شو الغير قانوني فيه؟ يا ريت بتفسر لنا شو. خليني أقول شو في قلبه. لأنه ضيوفي هون يلي هن أرباب هذا الاتفاق بيقولوا عنه أنه كتير منيح وكتير كويس وماشي حاله، فشو الغير قانوني فيه من وجهة نظرك؟ في شغلتين أساسيتين بهذا الاتفاق. الشغلة الأولى، يتضمن مبالغ مقطوعة، ومجلس الشورى الدولي رد كل المراسيم والمشاريع اللي احتوت على مبالغ مقطوعة، بالإضافة إلى أنه ما في شطور، مقسم كمان الأجرة لفئات بدل ما يقسم الرواتب لشطور، واثنين موضوع بدل النقل يلي كمان راجع معترف ببدل النقل للهيئات الاقتصادية أنه في بدل نقل 8000 ليرة، لكن بتطلع بمرسوم مستقل اسمه مرسوم استثنائي. في حين الهيئات الاقتصادية هي نفسها اللي معترفة بالبدل النقل، طعني فيه قدام مجلس الشورى الدولي، وأصدر مجلس الشورى الدولي بكل بالأحكام تبعه ردا على هالطعون إبطال كل مراسيم بدل النقل من سنة 1995 لحد هلا. فلا ببدل النقل ماشي الحال، ولا بموضوع المبالغ المقطوعة ماشي الحال، فضلا على انه كمان هو مسميينه يعني تفاوض جماعي، ونعتقد نحن انه التفاوض الجماعي بحسب القوانين مفترض تكون بوجود كل الاطراف، كل اطراف الانتاج بما فيهم هيئة التنسيق النقابية اللي ليش انتم ما كنتوا موجودين؟ يعني شو تفسيرك؟ غيبونا لانه موقفنا يمكن ما بيعجبهم. نعم. غيبونا لانه موقفنا ما بيعجبهم. نعم. فنحن بنمثل نص الاجره اللي بيقبضوا اجر بلبنان، كل القطاع العام بما فيهم المتقاعدين، بما فيهم المتعاقدين، بما فيهم المعلمين بالمدارس الخاصة. هيئة التنسيق النقابية طرف اساسي في التفاوض الجماعي، وما في اتفاق بيتم بدون حضورها وبدون موافقتها. أيوة. لن يضع أرقام. أيوة. رواتب الأساتذة والموظفين والمعلمين والمتقاعدين والأجرة إلا هيئة التنسيق النقابي. نعم. وكطرف أساسي وكشريك. طيب خليك. نحن سمعنا كتير حكي بالزمانات أنه قطاع غير منتج. أنه المعلمين والموظفين هني قطاع غير منتج. اليوم للأسف انه عم يجري تهميشنا. نعم. طيب خليك معي بس بدي احط فكره بس اخيره. قبل ما تحط هاي الفكره، فكره اخيره، انا ما قطعت حدا. بترجيكم. لحظه معي اسمعني. الي ما بدك ياني اسالهم ليش غيبوك؟
بس ما بدي بدي اسالهم ليش مغيبينك. ايه ايه بس خليني كفي بس وبعدين اسالهم. الشغله الثانيه، اولا هذا الاتفاق الرضائي عم يمشي عم بيطيح كل الاتفاقيات الدوليه والقوانين يلي دفعت ثمنها الحركه النقابيه دم. حركة النقابية حطت شهداء لطلعت هالمراسيم وهالقوانين والاتفاقيات الدولية بالعالم والمواثيق الدولية. نحن ما منطيح ولا منقايد بحفنة من الليرات قوانين وتشريعات دفعت ثمنها الحركة العمالية اضرابات واعتصامات وتظاهرات. هذه ما بتمر بهالسهولة هذه. نعم من سنة ال 95 من سنة ال 95 وضحت الفكرة استاذ حنا. بس من سنة ال 95 ضربوهن، وللأسف الشديد بدل ما يصير في تصحيح بهالعمليات اللي عم تحصل عم يجري تثبيتها وتكريسها. كلنا سوا عرفنا شو موقف الهيئات الاقتصادية من البداية، إنه القوانين والمراسيم ما لازم الدولة اللبنانية تتدخل بتصحيح الرواتب والاجور. نعم مضحت الفكره استاذ حنا غريب. استاذ محمد شهر ليش غيبتوه للاتفاق؟ ليش لا. ليش ليش تفاوضتوا مع الاتحاد العمالي العام وليش غيبتوا هيئه التنسيق النقابيه وهي هيئه نقابيه موجوده وبتضم وبتمثل؟ وسمعنا شو حكي الاستاذ حنا غريب. استاذنا الكريم نحن تفاوضنا بلجنه المؤشر، ولجنه المؤشر هن ممنوع يكونوا موجودين فيها. اها ما ما, ما ما يعني هن ما ممكن يتمثلوا بلجنه المؤشر. لجنة المؤشر بيكون في اثنين من الهيئات الاقتصادية. نحن أعضاء بلجنة المؤشر. خلينا نكمل. لجنة المؤشر القانون موجود في اثنين من الهيئات الاقتصادية وفي اثنين موجود من العمال. هيدي لجنة ما نحن هذا اللي عم نقول إنه كان المعالي الوزير المفروض يجمعنا مش يفرق. نحن ما استغيبنا حدا ولا غيبنا حدا ولا. بس عم بيقول إنه هني موجودين بلجنة المؤشر. لا 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 مش موجودين. في قانون في قانون موجود في قانون موجود. هني بطلب من رئيس الحكومة يلي طلب من الوزير انه يكونوا موجودين. بس اذا بدنا نحكي بحسب القانون بالقانون العمل هني ما مفروض يكونوا موجودين. يعني هني يعني هني هو هي القانون. يعني نحن موضوع غلاء المعيشة يا استاذ جورج عم بينطرح بموضوع غلاء المعيشة يلي بيطال كل الشعب اللبناني. كل الشعب اللبناني بيطالوا. ايه بس بس انا قصة الرواتب والاجور عم بحكي بالقانون. عم بحكي بالقانون. ايه بالقانون. عم بقول لك بالقانون. عم بقول لك بالقانون. بالقانون مثل ما له حق الاستاذ غسان غصن. بالقانون مثل ايه ايه بالقانون مثل ما له حق الاستاذ غسان غصن. اسمعني شوي. مثل ما له حق الاستاذ غسان غصن كرئيس للاتحاد العمالي العام يفاوض ارباب العمل، هيئة التنسيق النقابية إلى حق مباشر إنها تفاوض رب العمل تبعها يلي هي الحكومة اللبنانية يلي هي المسؤولين. بنطلب مواعيد، ما بيعطي مواعيد دولة الرئيس ميقاتي ولا بحيلنا هو على لجنة المؤشر. وبلجنة المؤشر يجري تغييب وبيجري عمل ثلاث اتفاقات انعملت من خارج موافقة هيئة التنسيق النقابية. اضطرت هيئة التنسيق النقابية لتسقطهم. وضحت الفكرة. بس أنا بدي لا التأخير الذي حصل أنا بدي بالختام تصحيح الرواتب والأجور نتيجة الاتفاقات الرضائية اللي عم يعملوها الطرفين اللي عندك على البلاتو. بيروح أول مشروع مخالف للقانون وبيرجع، بيروح الثاني وبيرجع، وبين الأول والثاني والثالث هيئة التنسيق النقابية بتضطر تضرب وتعتصم وتتظاهر لتسقط هذه المشاريع اللي هي ما بتضمن حقوق العمال. طيب بدي أوصل لخلاصة أنا لأنه الوقت صار ضاغط علي وفي عنا القسم الثاني حول الوضع في سوريا وعنا ضيوف من باريس ومن دمشق. بالنسبة لك أستاذ حنا غريب خلاصة الموضوع، شو التصور اللي بتلاقيه مناسب؟ شو التصور اللي بتلاقيه صالح لموضوع تصحيح الأجور بشكل مختصر إذا بتريد؟ كلمتين ثلاثة. أي. أول شيء هذا الاتفاق الرضائي لازم ينحط على جنب. بطلب من الحكومة اللبنانية لأنه غير قانوني وما يضيعوا وقت مثل ما ضيعوا وقت بالاتفاقات الثانية حطوه على جنب. وأن يدعوا وأن يدعوا وأنا بوجه نداء من هون لا دولة الرئيس ميقاتي لعقد اجتماع يكونوا كل الأطراف موجودين فيه بما فيه الوزير المعني شرب النحاس وزير العمل، الكل سوا موجودين لحتى يقدروا ينتجوا صيغة قانونية قانونية حقيقية تضمن إيصال بدل النقل يلي بيساوي 40%
من الأجر ومن الحد الأدنى للأجور. يعني أنتم هذه الصيغة لا تضمن يعني أنتم بدكم أنت بدل النقل أنت حسب رأيك صيغة وزير شرب النحاس ويحسبوا يحسبوا نسبة التضخم من سنة 96 مطلب هيئة التنسيق النقابية أن يعطى الشطر الأول 60%، الشطر الثاني 40%، والشطر الثالث 20%، وأن يحفظ نسبة الدرجة للقطاع العام بما يوازي نسبة غلاء المعيشة التي أعطيت، ويعطى للمتقاعدين والمتعاقدين يلي عم يتحملوا البلاوي وأجورهم عم تتدنى وتنهار وحدة وراء وحدة أن يجري النهوض فيهم، ويرفع الحد الأدنى للأجور ويؤمن الضمانات القانونية لإيصال بدل النقل. نعم. وضحت الفكرة. شكرا لك حنا غريب رئيس هيئة التنسيق النقابية على المشاركة في هذه الحلقة. بالعودة إلى ضيفينا في الاستوديو بدي أختم معكم، شو بده يصير يعني بالنسبة لك؟ لا بدك تختم رئيس معنا بعيدا عن البهور. أولا موضوع مين اللي عم بيتبهور؟ لا موضوع معلش حنا غريب لا حدش بيتبهور علي. طيب لحتى لك الواحد ياخذ شغله وحقه يشتغل شغل. اولا الشغل اللي عم شغل ينشغل عليه هو باطار مرسوم تعيين الحد الادنى الرسمي للاجور لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبه غلاء المعيشه. السيد حنا غريب الاستاذ حنا غريب هو خاضع للمرسوم الاشتراعي 112/95 وبالتالي ليس خاضعا لقانون العمل. طيب إذا بده يساعدنا بهذا الموضوع يحاور الجهة المختصة وزارة المال لحتى لي نتساعد نحن وياه كيف القطاع الخاص اللي بده ياخد الزيادة نضم إيدنا لإيده لحتى لي نحاور الدولة بالميل الثاني مع القطاع العام. عندي شغل لحظة إذا عندك بدك تسمع لي عندي لحظة إذا ما بدك تسمع لي لحتى لي عندي عملية استعراضية. لا عندي خمس دقائق أنا بالخمس دقائق بدي أخذ منه دقيقتين لحتى لي تصورك للحل بكرة شو بده يصير بمجلس الوزراء بالحكومة لأنه سمعنا ودقيقتين تقول لي خذهم يا اسمع الشغلة الثانية اللي حقه يكون بلجنة المؤشر هو اللي بيخضع للقانون. لجنة المؤشر هذا تشكيلة بين إيديك واللي بتنص على أن يكون فيها وفقا للمرسوم 4206 وزير العمل رئيس وزير مدير وزارة العمل نائب رئيس اثنين عن الدولة أحدهم الإحصاء المركزي اثنين من الإحصاء من الهيئات الاقتصادية واثنين من الاتحاد نقطة على السطر نقطة ثالثة إذا بتريد يا حنا حكيت خلينا نحكي نحن اللي بدنا نقوله نقطة ثالثة هيئة التنسيق النقابية عندنا هيئة تنسيق نقابية أخرى إجوا على الاتحادات صديقنا وخينا حمزة منصور إجا عم بيصرخ لأنه مهملين ومتركين ومتروكين من هيئة التنسيق اللي قال لي هو إنه هيئة التنسيق النقابية تبع روابط المعلمين والأساتذة بس أستاذ غسان اللي هن أساسيين هيدا الحديث لهذا تفصيل مهم هيدا التفصيل ما بهم الناس بلا بهم الناس الناس بدها تشوف بهم الناس الناس بدها تعرف الناس بدها تعرف هذا الزلمة زودة الأجور بدها تصير ما بليق فيك اجتماعياً نحن أساتذة مثبتين أنتم متعاقدين يا أستاذ غسان ما لكم شغل يا أستاذ غسان أنا بدي خلص لأقول ما يلي شو بهم الناس بدها تعرف أيمتى الزودة أنا بدي أدعي هيئة التنسيق لروابط المعلمين والأساتذة يتفضلوا يفاوضوا وزارة المال اللي معنيين فيها لحتى نسرع بإصدار قانون يأمن زيادة الأجور لأصحاب لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين منه. الشغلة الثانية اللي بدي أحكي فيها نحن اليوم أمام اتفاق حصل إذا كان وزير العمل عنده مشروع آخر لأنه قدام مشروع وزير العمل بلشنا من 16% وصلنا ل 100% إذا كان عنده مشروع إذا كان عنده مشروع آخر الله يخليه يعملنا إياه وفقا للقانون لحتى لي ما نلعب لعبة رايحة جاية مرسوم بيروح مرسوم بيجي صرنا ست أشهر وبنا فوق هذا وكله حقنا لست أشهر مضوا اسمهم التعويض عن ست أشهر اللي هو بمفعول رجعي. وضحت فكرة أستاذ محمد أستاذ نحن اليوم ماذا سيحدث؟ شو بتقول للناس؟ نحن عم نحصد اليوم الخلاف الكبير يلي حاصل بالحكومة الوحدة الوطنية هيدي نتيجة
الخلاف السياسي الحكومة السابقة يعني. هذه الحكومة هي ما اسمها حكومة الوحدة، حكومة الوحدة اللي من فريق واحد. قولنا والعمل، قولنا والعمل. لا عم بتحن لحكومة نشوف الوحدة. لا ما أنا طبعا كل واحد احنا عم بنحن على عوده. لا 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 نحن بنتمنى لأي حكومة والعالم بتاكل عصي، بنتمنى لأي حكومة النجاح ونشوف، ولكن عم نشوف هالخلافات الكبيرة بهالحكومة اللي هن كلياتهم من فريق واحد. شايفين الخلافات ما بيصير اليوم نضلنا 4 أشهر عم نحكي بموضوع واحد، وما بيجوز نستمر بعد 3-4 أشهر. بكرة في مجلس وزراء، مفروض على مجلس الوزراء يأخذ قرار ويطلع مرسوم بالاتفاق يلي صار ويخلصونا من هالمهزلة. حرام اليوم الموظف قرف الزيادة قبل ما يخدها، والقطاع الخاص وغلية الأسعار وأهم شيء قبل ما أكلت الزيادة ولا بدأت الزيادة، والقطاع الخاص صار متضرر أكثر من العامل بهالتأخير. لن عارفين سعر بضاعتنا، لن عارفين نطلع كلف، لن عارفين سعر المشاريع الكبيره. العالم ناطره لتعرف شو الكلفه الانتاج. نعم. انا بدي اشكركم استاذ محمد شقير رئيس اتحاد الغرف، استاذ غسان غصن رئيس اتحاد العمال العام، استاذ حنا غريب رئيس هيئه التنسيق النقابيه. شكرا لكم على هذه المشاركه في هذا القسم من حلقة الليلة. بدي أتوقف مع فاصل إعلاني، بعده مباشرة أنتقل إلى الشأن السوري مع أحمد منير عضو مجلس الشعب السوري مباشرة من دمشق، وأيضا مع جورج صبرة عضو المجلس الوطني السوري مباشرة من باريس. ونتابع مشاهدينا حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة، لننتقل إلى القسم الثاني من هذه الحلقة حول الأزمة السورية وتطورات الشأن السوري. أستضيف مباشرة من دمشق عضو مجلس الشعب السوري أحمد منير، ومباشرة من باريس عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري جورج صبرة. أستاذ أحمد منير مساء الخير. يسعد مساك. مباشرة سأبدأ لك ولضيفك الكريم. يا أهلا فيك. أيضا من مسي على الأستاذ جورج صبرة من باريس. أصلا هو ما صار له زمان ترك دمشق، بفتكر حوالي أسبوعين أو ثلاثة، رح نستوضح منه هذا الأمر. ولكن بداية أستاذ أحمد منير، هناك من يعتبر أن الأزمة في سوريا دخلت مرحلة الغموض غير البناء ومرحلة المراوحة القاتلة حسب توصيفات بعض المحللين، و البعض يعتبر أنها مقدمة لحرب أهلية في سوريا. ما هو تعليقك على هذه التوصيفات؟ أخي الكريم، أول شيء نعزي ونواسي أخوتنا وأهلنا بلبنان. أكيد جراحنا بسوريا ما راح تنسينا أخوتنا وأهلنا، هذا قدرنا إحنا بسوريا. نعم أستاذ أحمد، في الساحة السورية. هل تسمعني؟ هناك مشكلة تقنية ما لا أسمعك بشكل جيد. نعم، ولكن هناك مشكلة في الصورة من الأقمار الصناعية مباشرة من دمشق، لا أعرف لماذا. سأتحول إلى باريس ثم أعود إليك. أستاذ جورج صبرة عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، مجددا أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. بداية، أنت غادرت دمشق منذ أسبوعين أو ثلاثة، يعني بقيت كل الفترة ابتداء من شهر آذار الماضي وحتى نهاية السنة الماضية، حوالي 10 أشهر بقيت داخل سوريا، وأيضا تعرضت للاعتقال. ماذا تخبرنا عن هذه التجربة تحديدا؟ مساء الخير لكم وللضيوف وللمشاهدين الكرام. أنا فعلا خرجت من دمشق قبل أقل من 3 أسابيع، وخلال الأشهر الأولى، الستة الأولى من عمر الثورة، دخلت مرتين إلى السجن، مدة الأولى شهر ومدة الثانية شهرين، وبعدها اضطررنا للدخول في مرحلة من التخفي. وعندما حان الوقت للخروج، حان الوقت للخروج بسبب تكليفي بمهمة سياسية متعلقة بالعمل في المجلس الوطني السوري. هل لنا أن نعرف طبيعة هذه المهمة السياسية؟ هي الحقيقة نحن في حزب الشعب الديمقراطي جزء من إعلان دمشق. نعم. ونحن نتمثل في المجلس الوطني السوري عبر هذا الإعلان، هذا التكوين السياسي الواسع. فتوافقت هذه الأطراف على أن العمل في المجلس في الخارج يتوجب حضور شخص
يساعد في أداء المهمات السياسية الناشئة، وتم اختياري لهذه المهمة. نعم، كيف خرجت من دمشق؟ يعني هل كان سهلا الخروج من دمشق؟ هل خرجت من خلال الطرق المعتادة يعني أم كيف؟ وأنت قلت لي أنك كنت متخفيا. للأسف لا. نعم للأسف لا، فأنا ممنوع من السفر منذ عام 1979. في هذا العام عدت من بعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كنت في بعثة رسمية، وعندما عدت حاولت تجديد جواز سفري فلم أستجب، وحتى هذا التاريخ ما زلت ممنوعا من الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد. إذن كيف خرجت؟ لذلك اضطررت إلى مغادرة البلاد عابرا للحدود عبر الأسلاك الشائكة باتجاه الأردن، ومن هناك توجهت إلى باريس. ولكن كيف يعني كيف توجهت من الأردن وأنت لا تملك جواز سفر؟ يعني كيف الطريقة؟ معلش لو بدي أدخل بهذه التفاصيل، بس لأنه يعني هناك فضول عند المشاهدين أعتقد لمعرفة كيف حصل ذلك. الطريقة بسيطة، هناك عشرات السوريين يخرجون اضطراريا بسبب الاضطهاد السياسي، وتقوم بعض الدول العربية والصديقة بتسهيل هذه المهمة بتزويدهم بوثائق سفر للحفاظ على حياتهم والوصول إلى أماكن آمنة. نعم. وهذا ليس سرا، معروف. نعم. قبل لدى جميع أن أعود الدول. قبل أن أعود إلى الأستاذ أحمد منير في دمشق، سؤالي لك، هناك معارضين ما زالوا موجودين داخل دمشق، وهناك معارضين أيضا يخرجون ثم يعودون. يعني على سبيل المثال أنا هنا في هذا الاستوديو استضفت الأستاذ لؤي حسين منذ فترة، وجاء إلى هنا ثم عاد إلى دمشق ولم يكن هنالك من موانع. لماذا أنت بالتحديد هكذا الوضع بالنسبة إليك، وبالنسبة لآخرين يكون الوضع أسهل؟ يا سيدي، ليس أنا بشكل مفرد، هناك فريق من المعارضين لا يحصل على جواز سفر وعلى إذن بالخروج، وهناك وهو في ملاحظ باستمرار. وهناك في المقابل وهناك بعض المعارضين، نعم هناك بعض المعارضين يحصلون على جوازات سفر ويغادرون البلاد من المطارات. كيف يمكن تفسير ذلك عبر هذه المطارات؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟ ألا يعني أن هناك مآخذ عليكم أنتم على هذه الفئة من المعارضين من قبل الدولة أو من قبل السلطات، أو هناك يمكن شبهات معينة؟ هذه المآخذ علينا قديمة جدا، أقول لك منذ السبعينات. نعم. ومع ذلك إذا كانت هي مآخذ فنحن فخورون بها. نحن نعم في الطرف الآخر من هذا النظام، وليس هناك ما يربطنا به إلا علاقة أن نقول له ارحل. هل أنت ستكون، يقال أن جورج صبرا سيخلف برهان غليون في رئاسة المجلس الوطني السوري، هل صحيح هذا الأمر؟ يا سيدي، هذا الأمر جرى تداوله بمناسبة انتهاء الفترة الثلاث أشهر التي تولاها الدكتور برهان، والآن جرى التمديد للدكتور برهان لمدة شهر. فعلى صفحات الفيسبوك جرى تداول بعض المقترحات بين الشباب، ومنها هذا المقترح، لكن ليس له أي أصل واقعي على الإطلاق. نعم. أستاذ أحمد منير عضو مجلس الشعب السوري من دمشق، أعتقد أن الصورة أصبحت متاحة معنا، هل تسمعني؟ أسمعك جيدا. نعم. كنت أقول لك، هل من تعليق على كلام الأستاذ جورج صبرا، يعني على ما تعرض له خلال هذه الأشهر التي مرت، على طريقة خروجه من دمشق، على منعه من الحصول على جواز سفر وإلى ما هنالك؟ يعني هذا جزء من المآخذ التي يتم التداول بها والكلام عنها حول كيفية تعامل النظام وتعامل السلطة في سوريا مع المعارضين. أخي الكريم، أنا اليوم رح وقف، بدي جاوب أطفال سوريا. من قرأوا قصص وما كتبه الأستاذ جورج صبرا لهم، ماذا سيخرج بانطباع عندما يسمع هذا اللقاء وهذا الكلام؟ أنا أخاف من المستقبل لمستقبل أطفال الوطن عندما قرأوا له وكانوا حاطينه بحالة إيجابية برؤية إيجابية، وأنا معه هو الشيوعي اللي بالسبعين كان بالمكتب السياسي وله بصماته. معليش
اعتقل كان صاحب رأي، صاحب فكر، نحترمه لرأيه ونحترمه لفكره، وربما كنا نتفق بقضايا كثيرة فكرية معه من خلال هذا. لكن في عندي سؤال أنا بدي أسأله هلأ، أهمية المصطلح ودقة المصطلح. اليوم لما بدأ قال من عمر الثورة، من عمر الثورة، هل هذه ما يجري في سوريا وهو صار له غادر سوريا بحدود شيء أسبوعين أو ثلاث، وأنا واثق تماما موجود كان حسن عبد العظيم وموجود منجوني وموجودين جماعة أعلان دمشق وكلهم، لا حدا رايح لهم ولا حدا جاي لهم ولا حدا اعتقلهم، مزبوط تم اعتقاله لمدة شهر وأفرج عنه قانون قضائيا، ورجع اعتقل لمدة شهرين وأفرج عنه بالقانون والقضاء وطبق عليه القانون، وهو رجل فكر ورجل سياسة ما بيزعل لمن يطبق عليه القانون ويحال إلى القضاء، وبدليل لو كان الأمن بده يعمل معه شيء أو بده يضطهده كما كان في السابق اعتقل، نعم. اعتقل بناء على نص قانوني، بناء على نص دستوري لدولة مشروعة ووفق أسس دستورية في عقد، نعم. تعاقد لكي مع لا نطيل الحديث حول قضية دقيقة شوي سيد جورجي، خلي لي إياك، لا 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 أرجو منك الاختصار موضوع تفضل. هل أتفق معه؟ هل ما يجري في سوريا هو ثورة يا أستاذ جورج؟ يا رفيقنا جورج، ما يجري تخريب المال العام، قتل ثقافة المثقب، من يقتل من الجيش، من يقتل من المواطنين الأبرياء، من يقتل على المسالخ البشرية، ضرب صهاريج المازوت، تفخيخ أعمدة الكهرباء، هل هذا ملك مين؟ هذا ملك الدولة السورية باقية، سوريا باقي هذا ملك الدولة. هل هي الثورة؟ هذه الثورة قطع الطريق. هل الثورة هي ما دخل إلينا من القاعدة ومن ثقافة القتل والمرشد الروحي العرعور والمرشد الروحي الفكر التكفيري؟ هاي هي الثورة يا رفيقنا يا صاحب الفكر. لكن في للأسف يعني هالحالة من الحالة الماركسية عندما انهار الاتحاد السوفيتي للأسف وفكك بإيد الماسونية العالمية والصهيونية العالمية، وهو يعرف في هناك رسالة كانت موجهة ليهود الاتحاد السوفيتي، كيف نعم. فككوا لاحظت شلون انتقلوا إلى الجانب الآخر، وصار حالة ضياع فكري نعم. عندهم دعنا هو نسمع. عبد الرزاق عيد دعنا وهالحالات نسمع رده. فبالتالي دعنا نسمع أنا رده. أنا أنت سألته هل هذه ما كملت ما كملت ردي تماما، ولما أطلع أنا بشكل غير مشروع أنت عم تترك بنفس الأطفال اللي ربيناهم أنت واللي قرأوا لك، وأنت عم تقول من سنة كنت بأمريكا وطلعت بعثتك الدولة لتعمل بشان إعداد برامج مدرسية، وكنت القناة التربوية أنت موجه إلى أنت حالة مثل لتيجي لتروح لفرنسا. أنا كنت أتمنىك بسوريا وصوتي وصوتك مع بعضنا لنبني سوريا، ما حدا طلعك من سوريا نعم. وترجع هلأ بترجع ما هو بترجع ردك؟ صاحب الفكر ما هو ردك أستاذ جورج صبرة بداية على سؤال أحمد منير، هل هذه ثورة؟ وأعطاك أمثلة عما يحدث داخل سوريا. ما ردي يا سيدي أنه السيد أحمد مثل منطق النظام ورؤيته، تأتي له من الشرق يذهب يأخذك إلى الغرب، تدخل له من مدخل ينقلك إلى مدخل آخر. يا سيدي أنا لم أخرج من بلدي مثل آلاف السوريين، بل مئات الآلاف من السوريين الذين خرجوا منذ بدأت المشكلة مع نظام الاستبداد قبل أكثر من 40 عاما، وهم ينتظرون اللحظة التي تفتح فيها أبواب البلاد لهم ليعودوا سالمين غانمين وليس من البوابة الأمنية. أما ما يتعلق بالثورة، نعم هي ثورة بالفعل. انظر إلى ما يجري في شوارع المدن، انظر إلى ما يجري في أوساط الجامعات والشباب، انظر إلى الأدب الذي أنتجته الثورة، إلى الثقافة الفنية، إلى هذه الروح السلمية التي تنادي واحد 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 الشعب السوري واحد، وثورة من أجل الحرية ولكن والكرامة. ماذا عن هي السلاح؟ ثورة بكل المقاييس. ماذا عن السلاح أستاذ جورج صبرة؟ يعني هناك معارضة مسلحة وهناك أعمال عنف تقوم نعم. بها المعارضة، حتى وزير الخارجية الجزائري بمؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يقول إذا استمرت المعارضة في تسليح نفسها فسيكون هناك خطر قد يضعنا في موقف عنف أوسع نطاقا. هذا ما قاله وزير الخارجية الجزائري عن الوضع في سوريا. نعم يجب أن يسأل النظام عن السلاح أولا، ويحمل هو مسؤولية العنف من أي جهة جاءت.
لأن السلطة عندما وضعت الجيش السوري في الموضع الخطأ وأوكلت إليه مهمة ليست مهمته الدستورية وهي حماية حدود البلاد وأمن المواطن، كلفته بمهمة حماية السلطة والنظام وأعضاء هذه السلطة في مختلف المواقع، دفعت العديد من الشرفاء في هذا الجيش إلى مغادرة المؤسسة العسكرية بسلاحهم. والعنف المستشري واللي بلغ حداً لا يطاق دفع أيضاً بعض الناس لاستخدام السلاح في الدفاع عن أنفسهم. دلني على شريعة سماوية أو قانون وضعي لا يعطي الحق للإنسان أن يدافع عن نفسه عندما يحمل السلاح في وجهه. هل بدأ أطفال حوران بحمل السلاح؟ هل بدأت مظاهرات درعا بحمل السلاح؟ ولكن هناك يعني لماذا أنا لم تعالج الأمور بحكمة من البداية؟ أنا أسمع اعترافا واضحا منك بأن المعارضة تملك السلاح. أبدا، المعارضة هي معارضة سياسية، المعارضة شيء والشارع السوري شيء آخر والثورة شيء آخر يا سيدي. ولكن هناك المعارضة فئات لا علاقة لها بهذه الثورة. طيب من يحمل الثورة هي التي تقود نفسها. من يحمل السلاح؟ يعني من يحمل السلاح في وجه القوى الأمنية، في وجه حتى الجيش السوري، من يحمل السلاح؟ لا أحد يحمل السلاح. انظر إلى التقارير التي قدمها مراقبو جامعة الدول العربية. أنت قلت وليسمح النظام أنت قلت منذ بعض الوقت نعم وليسمح النظام أنت قلت أستاذ جورج، أنت قلت منذ بعض الوقت أنه بسبب العنف الذي مارسته السلطة أو مارسه النظام اضطر البعض إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم، ألم تقل هذا الكلام منذ بعض الوقت؟ نعم، وهذا حق شرعي. إذن المعارضة حق شرعي. تعال، إذن المعارضة أو من يمثلها على الأرض يملكون السلاح. ليست المعارضة يا سيدي. من إذن من؟ لا ليست المعارضة من؟ يا سيدي. من إذن؟ هذه ملايين السوريين، ملايين السوريين في شوارع المدن يعملون على الدفاع عن أنفسهم، لا يعرفون المعارضة ولا أحزابها ولا ليس لهم أي صلة فيها. نعم. وهناك الجيش الوطني الحر الذي انشق عن المؤسسة العسكرية وحمل السلاح. نعم. إذن من أنتج هذا السلاح في الشارع؟ هي السلطة نفسها وهي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية. وضحت فكرتك أستاذ أحمد منير، يعني بناء على هذا الكلام وبناء على الكلام الذي قاله نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية بأنه الالتزامات لم تنفذ بشكل كامل وفوري وأنه بقاء المراقبين لا يمكن أن يستقيم بالوضع الحالي، كمان ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة من بيروت للرئيس الأسد أنه أوقف القتل وأوقف العنف فهذه الطريق مسدودة، لماذا استمرار العنف؟ لماذا استمرار القتل بين مزدوجين كما يقال في وجه الاحتجاجات؟ أنا أعطيت الوقت الكامل وظليت مستمع لبين ما خلص. هلأ حقي أني بدي رد لنغني هالحلقة هي لنطلع تفضل. المشاهد وقته نعم. أكيد تفضل. العامل الزمن كويس المشاهد تفضل. بدنا نحترم مشاهدنا بلا شك. تفضل. للأسف أنا الحديث اللي عم بيحكيه هلأ نفس اللي أنا أتابع مبارح، تابعت العرعور بقناة الصفا وكان في هناك الشيخ سويد أنس سويد، وتابعت شو اسمه ملهم دروبي اللي قال وجود الصهاينة في مؤتمر سان جيرمان إذا كانت تخدم اللعبة فليكن موجود، وكان هو مع وجود مع ليفي بمؤتمر سان جيرمان اللي قالت نعم. أتمنى منك أتمنى ردا ده. على سؤالي بشكل مباشر إيه لو سمحت. رح اجي لك على سؤالك دقيقه شوي اليوم احنا بدنا نحترم المشاهد ونحترم اراء فكره نعم. اللي ما بيننا يا استاذ جورج نعم اليوم ما يقوله هو كل نسخه طبق الاصل عما يرددوه، ما عندهم مشروع شيء كحاله معارضه، احنا قلنا لك ضاعوا هدول هو ولا هل عيد والعبد الرزاق عيد ولا غيره اللي كانوا فتره الشيوعيين بفتره الثمانينات لما انحل الاتحاد السوفيتي ضاعت بوصلة التوجه عنده. ارجو منك ان لا تكرر ارجو منك ان لا النظام الاستبدادي الجيش انا سالتك عن الامن يقتل الامن ايه؟ دقيقه الامن يقتل المواطنين، الامن يقتل الجيش، هالكلام عم يكرروه، صار عمليه اشترار. اليوم في سوريا تتعرض لمؤامره كونيه، حاضنتها كانت مطالب اجتماعيه للمواطنين مزبوط، كانت النظام الاقتصادي السياسة الاقتصادية عندنا في سوريا شكلت حاضنة لتركبها هذه المؤامرة الكونية.
اليوم هو لما عم يجي يروح يترك بلده ويطلع بعض الأنظمة العربية والأنظمة الصديقة اللي عم بتأمن له جوازات سفر، مين هدول اللي وراهن؟ مين اللي مول مؤتمر اسطنبول غير المنظمات الصهيونية الأمريكية؟ من بيطار وانت ماشي؟ مين اللي مول مؤتمر سان جيرمان اللي حضروه بحدود شي 15 صهيوني؟ مين هن اللي عم ياخذوه ويركبوه؟ هدول مو حطب الثورة للأسف. المواطنين اللي تغرر فيهم هدول أنا ما بلومهم اللي سموها بندر حطب الثورة، ألوم المثقفين اللي كانوا يحملوا فكر. لوين رايحين أنتوا؟ إذا كنتوا وطنيين أفضل ما تعيشوا عبواب السفارات وعلى مصاري حمد والبترودولار العاهرة اللي اليوم الإمارات لحالة صارفة 3 مليار دولار، مشروع بندر 2 مليار دولار حاط له وحاليا اجى التمويل، بدل ما تروحوا تعتاشوا على ابواب السفارات تعوا بلدكم. نعم مضحك، كتف بكتف. نعم. والمعارضه الوطنيه موجوده عم تشارك بس. نعم. لاني ما لك رصيد بالشارع، لانك دائما متقوقعين بحالكم، عايشين بامراض نفسيه. ما هو مسؤول المجتمع السوري عن امراضكم. نعم. سأتابع النفسيه. سأتابع. كشفت الامور. سأتابع. الدنيا من نعم. الوطنية. سأتابع الحوار مع الاستاذ جورج صبره من باريس والاستاذ احمد منير من دمشق مباشره بعد. انا معارض على فكره، انا معارض في مجلس الشعب، انا زعيم كتله معارضه ضد السياسه الاقتصاديه في سوريا. يعني هلا لما لحظه لما بينقال انه في حكومه جديده في سوريا ستضم اطراف من المعارضه، يعني انت رح تمثل مثلا المعارضه؟ يعني هيك رح بتكون؟ انا بعثي، لكن انا بعثي، لكن انا معارض بالتاكيد. نعم. يا استاذ جورج بالتاكيد. عم بيقول انا بعثي لكن انا معارض. يعني بس عم بيقول بالتاكيد الاستاذ جورج صبره انه لما بده ينقال انه في معارضه أبداً بالحكومه. أبداً. يعني حضرتك مثلا احنا ما طلاب سلطه، احنا نبني وطن. نعم. احنا عم نحمي سوريا من مؤامره، من الفكر التكفيري اللي اجانا اللي زي البنتاغون بيقول. هناك قاعده موجوده في سوريا، هي تقارير البنتاغون، العالم كله بيعترف بوجود القاعده اللي عم تدخلنا من تركيا. المشروع الصهيوني، مؤتمر هرزيليا بال2005، تفكيك سوريا والانظمه، الفلسفه التفكيكيه، صراع الحضارات، ما انك قاري عنا يا استاذ جورج؟ نعم. لا طبيعي، الفلسفه التفكيكيه اللي دخلوا فيها العراق. وضحت الفكره استاذ احمد، ساعود اليك مباشره بعد هذا الفاصل الاعلاني. أعود مشاهدينا لمتابعة ما تبقى من هذه الحلقة، المحور الأخير، مع ضيفينا عضو المجلس الوطني السوري مباشرة من باريس جورج صبرة، وعضو مجلس الشعب السوري مباشرة من دمشق أحمد منير. أستاذ جورج صبرة، يعني هناك العديد من الآراء والعديد من المواقف التي تدعو المعارضة، تدعوكم أنتم إلى تلبية أو إلى ملاقات النوايا الإصلاحية التي طرحها الرئيس السوري بشار الأسد، إن كان في خطابه هذا الأسبوع أو من خلال بعض الأنباء أو الأخبار التي تتحدث عن تشكيل حكومة وطنية موسعة في شباط تضم المعارضة، عن موضوع الدستور الجديد، عن موضوع الانتخابات التي قد تجري في حزيران. لماذا لا تلاقون هذه الخطوات الإيجابية؟ لماذا ترون كل شيء سلبياً وأنتم مصرون على التعامل بسلبية مع النظام وتطالبون بإسقاطه؟ لماذا لا تلاقونه في منتصف الطريق وتختبرون إن كانت هذه النوايا صادقة أم لا؟ يا سيدي، بداية أريد أن أسأل، هل ضيفك الكريم من دمشق يتحدث معنا في موضوع الحلقة؟ هل يجيب عن أسئلتك فعلاً؟ السياسة شيء والحديث في السياسة يختلف عن كيل التهم وتوزيعها هنا وهناك. أما ما يتعلق في الموضوع الذي سألتني إياه، يا سيدي، بين الشعب السوري والنظام نهر من الدم، ثمنه أكثر من 10,000 شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى، وعشرات الآلاف من السجناء الموجودين في السجون، وهناك دمار كامل لمحافظات بكاملها. عندما كان الشعب السوري يطالب بالحرية، يطالب بالكرامة، وكان مستعد لأن يتقدم نحو حوار وطني هادئ ومسؤول، النظام لم يتكلم إلا بلغة العنف، وإذا جاءت المعركة نحن لها، وأنزل الدبابات ومختلف صنوف الأسلحة إلى الشوارع.
نعم، ولكن اسمح لي، اسمح لي بالقول، فقد النظام كل المصداقية. اسمح لي بالقول، إذا أنتم بقيتم مصرين على هذا الموقف أن هناك نهر من الدماء أصبح وفاتت الفرصة ولم يعد هناك من مبرر للإصلاح وللحوار وإلى ما هنالك، إذا بقيتم أنتم مصرين على هذا المبدأ وفي المقابل بقيت السلطة مصرة على مبدأ المؤامرة، إذن نحن سائرون باتجاه ما هو أخطر وما هو أكثر خطورة على الأرض في سوريا، نحن سائرون ربما باتجاه حرب أهلية كما يحذر منها الكثيرون. إذا بقي هذا الإصرار من الطرفين، أليس الأفضل الحوار؟ أليس الأفضل محاولة الإصلاح وعدم استنزاف الوضع واستنزاف الأزمة؟ يا سيدي، من جرب لمجرب كان عقله مخرب. طيب منذ أكثر من 10 سنوات وليس طيب 10 أشهر. على شو مراهنين؟ طيب على شو هلأ مراهنين؟ يعني ما هو رهانكم؟ لا رهان إلا على شبابنا، على الثورة السورية. طيب ولكن التي ردت على الخطاب بعد ساعة واحدة. ولكن النظام قوي، والنظام تاني يوم مباشرة بعد الخطاب كان هناك حشود جماهيرية في الشارع ونزل الرئيس السوري بين الحشود، يعني هناك قوة في النظام مستمدة شعبيا. شاهد الناس هذه الجموع، إذا كان للسلطة من جموع كبيرة ومؤيدين في الشعب السوري فعلا أكثر مما للثورة، فلتسمح بثلاثة أيام فقط للتظاهر السلمي، عند ذلك لنترك الشارع يحكم. نعم. لتسمح بدخول وسائل الإعلام، منظمات حقوق الإنسان. يا سيدي، مسلك السلطة يشي بضعفها، أما هي قوية في السلاح؟ نعم. قوية بالطاقة النارية؟ نعم. لكنها ضعيفة في شرعيتها التي انتفت، ضعيفة في علاقتها، ولا مستقبل لنظام كهذا. حكم عليه التاريخ وفقد شرعيته، وقال شعبنا فيه الكلمة الفصل، يجب أن يرحل. أستاذ أحمد منير، يعني مقابل هذا الموقف هناك إصرار من المعارضة، من المجلس الوطني السوري تحديدا، أنه على النظام الرحيل. مقابل هذا الأمر ماذا يمكن أن يحدث في ظل منطقين متضاربين؟ أنتم تتحدثون عن مؤامرة، هم يتحدثون عن نظام يجب أن يرحل. إلى أين نحن سائرون في ظل هذين المعطيين؟ سيدي الكريم، إحنا قارئين بشكل كويس، عارفين ما سيجري للمنطقة وعارفين المخطط الصهيوني لتفكيك المنطقة، وهالمؤامرة هي مو جديدة، كانت لازم تكون بعد أسر بغداد بعد العراق، وإجت بال2005 وخلصنا منها، وهلأ على نهاية النفق جايين عليه. ماشي، هاي نقطة. اثنين، هدول ولاد بلدنا، الشعب السوري اللي له مطالب اقتصادية واجتماعية احنا معه. اليوم اصدر الرئيس عفو، ويصدر بكرة عفو، واثنين وثلاثة ونقدر له، هدول اهلنا، هدول ولاد بلدنا، وانا اخاطب الرئيس كمان مزيدا من العفو، ونقدر لكل منطقة من المناطق ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والظروف اللي حاطط فيها. معلش، اليوم ضخ اعلامي كل العالم، ضخ اعلامي 360 قناة مقروءة ومكتوبة ومسموعة تضغ على المواطن العربي. إذا المثقفين وأصحاب الفكر ضاعوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى يصبح الحليم حيرانا، هن ضاعوا، فكيف بالمواطن البسيط؟ معلش، هدول ولاد بلدنا راجعين. لو المعارضة الموجودة اللي عاشت بسان جيرمان اللي حضروا نصهم صهاينة، واللي مؤتمر اسطنبول، والعراعير هدول الموجودين، لو كانوا على الأرض إلهم تواصل 1% ما كان تركوا سوريا. إيش عم يحكي؟ والله اتركنا الشوارع واتركنا هذا والقوة الغاشمة والجيش وما جيش. بلدنا متماسك، شعبنا طيب، رح نرجع لأولادنا. بس عم بيقول إذا في حرية تظاهر، ما حدا إله غير وطنه. أحمد عم بيقول وصناديق الانتخاب، إذا في حرية تظاهر يعني خليهم يتفسحوا في المجال. لكن أخي في قانون، في مقننة، أمام 3 أيام بحرية التظاهر، وبتشوفوا الناس شو بدأت. والله هاد حكي، هاد حكي ولاد صغار يا زلمة، هاد حكي، هاد حكي ولاد صغار. في قانون عم ينظم هالقضية. لك يا زلمة، هاد معقولة؟ هاد اللي كان عم يحكي فكر ويرسم لأولادنا كتب ويرسلهم من هالشي؟ الحالة التربوية عندنا بسوريا شوي ضعضعت من خلال هيك أفكار. لك يا زلمة حاجة، ارجع لوطنك، استروا على شيبتكن، استروا على نهايتكن، أنت والمجلس الوطني وهيثم المالح وهاد. لك والله الناس كرهتكن، والله لولا الناس. احترم حالك، احترم حالك ولا تتعدى حدودك. لك عيب، عيب، حرام، حرام عليكن، أنتوا تاريخكن كويس حالك. وين ضعتوا يا زلمة؟ أنت صاحب فكرة، أنت مدرسة ماركسية، وين رحتوا؟ وين الهدلة يا سان جورج؟
ارجع لوطنك، ارجع انا وياك كتف بكتف نطلع بمطالب، ننزل على صندوق الانتخابات كتف بكتف، اما تروح نهايه عمرنا نطلع على اللي تسوي، انت اللي لازم ترجع الى شعبك، على البترول، على البترول دولار ولا غير، نهايه النفق بسوريا انتهت، حرب طائفيه حرب اهليه مو ممكن تصير. اليوم 10 شهور صامت شعبنا بإرادته، نعم، بتماسكه مع نفسه بوحدته، لضيق الوقت، لضيق الوقت، الملايين معروفة بالشوارع، أنا ما نعم. وضحت فكرتك، وضحت فكرتك، بدي أختم، لكن سوريا صامدة والأمور تنتهي، نعم. والشريف هو اللي يدخل بوطنه، صندوق الانتخاب هو اللي بيحكم. أستاذ جورج صبرة، لماذا المعارضة تبدو غير موحدة وغير متماسكة؟ وشهدنا تفاصيل ما جرى بالنسبة للاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم بين المجلس السوري وهيئة التنسيق، وبعد مفاوضات تعثر هذا الاتفاق ويبدو أنه المفاوضات فاشلة. لماذا لا تبدو المعارضة موحدة؟ ولكن باختصار لو سمحت، لأنه عندي دقيقتين فقط وينقطع البث الفضائي من باريس. يا سيدي، جميع المعارضات التي دخلت معارك التحرير الوطني ومعارك الانتقال الديمقراطي لم تكن موحدة، هناك اتجاهات سياسية، هناك آراء. فوق ذلك الآن في سوريا مرحلة يتم فيها فرز حاد، كما قلت النظام مصمم على الاستمرار بأي ثمن، والثورة مصممة على التغيير وتدفع الثمن يوميا. إذن لم يعد هناك مكان في الوسط، من يريد أن يقف مع الثورة يلتحق بمنطقها ورسالتها ورؤيتها. ألا يضعفكم عدم الاتفاق؟ وإلا ألا يضعفكم؟ فيكون بمكان آخر. ألا يضعفكم عدم الاتفاق؟ نعم، بالتأكيد يؤثر. نحن نتمنى أن تستطيع المعارضة أن تكون في موقع واحد، لكن هذا لا يعيبها، كل المعارضات كذلك، لكن يعيبها أن تترك الهدف الأساس وهو العمل مساندة الثورة إلى العمل ضد بعضها، وهذا الحمد لله لم يجري حتى الآن بين أطراف المعارضة السورية. نعم. فوق ذلك هناك النظام الذي يعمل على تصنيع معارضات. السيد عضو مجلس الشعب الحاضر أمامك قال أنه في المعارضة، وقد تجده نعم غدا يمثل المعارضة في الحكومة. نعم يا سيدي، هذا معارض، تخيل، الذي يهاجم المعارضة ويحتقر الشعب ويدعم السلطة طول عمره، الآن يريد أن يقدم على أنه معارضة. هي سلطة وطنية، هذا هو مشروع الإصلاح الجديد. هي ما بتقبض دولار ولا تروح تشتفع على أبواب الصهيون، هدول ناس وطنيين، إحنا مع وطننا. نعم. لأني أنتم عبارة أساس، هلأ أستاذ جورج أنت عم تحرك الشارع، أنت تحسن تحرك ثلاثة، انت ولا هيثم المالح ولا غيره عم بيحرك البترو دولار، اترك الشارع، اترك الشارع، هو اللي عم بيحرك بقوته، ما حدا بيعرفك، ما حدا بيعرفك، لا انت ولا هيثم المالح ولا محسن عيد، ما حدا، هذا الشارع ان اي معارض معروف لدى شعبه اللي عم بيحرك الشارع، اللي عم يحرك الشارع الفكر التكفيري عرعور. طيب خليني لضيق الوقت، لضيق الوقت، بدي اشكر، انتوا مالكم شيء، اريد العرعور ايضا فيكم. من ابناء الوطن يستخدموه العرعور السوري ايضا ويحق له ان يبدي رايه. هتلر قال انا احتقر من يخون بلاده، هتلر هيك عم بيقول. انت لما طلعت بشكل غير مشروع احييك للاصطفاف وراء هتلر، خنت القانون انت، لضيق الوقت، بس انت صاحب فكر، لضيق الوقت، تقتل الاطفال، انا رحت هربت. استاذ احمد، استاذ احمد، لضيق الوقت، هذا وطن، يا وطن يا لا وطن. بدي اشكر الاستاذ جورج صبرة، عضو الامانه العامه في المجلس الوطني السوري، الذي كان معنا مباشره من باريس. شكرا لك استاذ جورج، واهلا وسهلا بك. شكرا لكم ايضا. اريد ان اشكر عضو مجلس الشعب السوري احمد. بدي احكي كلمتين في منير. استاذ جورج، عمهلك في أنا في قصيده لناظم حكمت. لا قبل القصيده، قبل القصيده روق، لانه بطل معنا. ايوه، بدي انا اسالك. نعم. سؤال بالختام، لانه فضل. انتهى وقت البث من باريس. نعم. بدي اسالك سؤال في الختام، نقل أيوه. اليوم خبر صحفي عن انه عضو مجلس الشعب السوري عماد غليون، زميلك يعني، بتعرفه؟ نعم. إيه؟ إيه بعرفه، زميلي. نعم. قال جماعة حزب الجبهة. نعم. قال أعلن انضمامه إلى المعارضة، غادر دمشق وأصبح الآن في القاهرة. هل لديك معطيات أو معلومات حول هذا الأمر؟ والله ما سمعت، هاي أول مرة بسمعها، بس أنا ما أتوقع عماد يعمل هيك. عماد إنسان وطني،
شلون واذا بده يعارض يعارض بوطنه معلش وفيما لو كان عمله فيما لو كان عمله ومظبوط راح على القاهره والله شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عم يحكي على الفتن والاشراط الساعه يعني هي من مقومات الثوره الروسيه ليش ما علقت فيها ليش مع سيدنا المسيح مو خانوا يهوذا يعني الاسخربوطي عرفت شلون هذا موجود يعني يعني المؤلفه قلوبهم موجوده يعني بس انا ما اتصور يعني يكون يكون خائن فيما لو كان غادر سوريا واعلن انضمامه الى المعارضه كل شيء غادر وطنه كل يعني برأيك وطنه. يعني برأيك كل المعارضين في الخارج هم خونة كل شيء غادر وطنه هو خاين بيرجع لوطنه يعارض أنا كنت أحترمه لجورج لما كان بالسجن والمعتقل ماذا لو كانوا خائفين ماذا لو كانوا خائفين من العودة لا ما خائفين من أنهم يعتقلوا هل أنت بتضمن لهم هل بتضمن سلامتهم وبتضمن عدم اعتقالهم أنا بضمن لك إياهم خلي يرجعوا كلياتهم أنا ضامن والسيد رئيس ضامن والله ما يعتقل ولا واحد يجوا صاحبين رأي على طاولة حوار نتحاور معهم مرة واثنين وثلاثة وأنا برفع لهم القبعة بتاريخهم السابق لما يجوا على طاولة الحوار وبكرة على صناديق الاقتراع احنا نعم. من السلطة والنظام طيب خليني اسمع خليني اسمع تعليق جورج صبرا بعده موجود معنا بعده البث الفضائي من باريس يدعوكم للعودة وهو ضامن انه ما رح تعتقلوا شو ردك أنا بس بدي أسأل أستاذ أحمد على إيش بيمون في هالكلام اللي عم يقدمه ضمانات الاعتقالات مستمرة يوميا والناس تموت تحت التعذيب هو لا يعرف هذه الحقائق والله ما حدا جالك هو يعرف ماذا يساوي مجلس الشعب بكامله ماذا تساوي الحكومة بكاملها في بلدنا هو يعرف حقيقة الأشياء تساوي الكثير تساوي الكثير واحنا كنا مع ونحن احنا والحكومه على صراع في السياسه الاقتصاديه بس وين ماشي اسمع يا استاذ احمد اسمع يا استاذ احمد الوطن ليس للجالسين على كراسي الحكم الوطن ليس للجالسين على كراسي الحكم الوطن للناس جميعا والسوريون حيثما كانوا يبقوا سوريين ويعملون من اجل وطنهم ما يترك وطنه ولا يروح يقبض الدولار اخرج من حمد اخرج من منطقة التخوين تعال هون انا وياك شكرا 1 2 3 4 شكرا لكم تعال هون لسوريا وانا وياك شكرا لكم ونحكي هون الصح وهون الغلط شكرا لكم احمد حكمة يقول اجمل ايام تلك التي لم نعشها بعد واجمل البحار تلك التي لم نطأها بعد واجمل الاطفال من لم يولد بعد هاي سوريا رح تبقى سوريا وان شاء الله نتمناك بجو تجي وتشاركنا تعود لجورج القديم صاحب الفكر ستبقى سوريا وستكون اجمل بدون هذا النظام وبدون مجلس الشعب وبدون هذه الحكومة ولك يا زلمه تعرف ليش عم يحاربوا بشار الاسد وحفظ الاسد لان الناس عروبيين لان الناس عم بيوقفوا بوجه الصهيونيه لك معروفة يا زلمة العالم كله عم تحكيها لك أخرج من هذه الأسطوانة المخروخة يا رجل أخرج من هذه الأسطوانة المخروج المجروحة من سنة وعاين من سنة بعتوك على أمريكا لك يا زلمة تتكرر الرئيس خبز السوري لك يا حرام يا أستاذ جورج في الختام هذه بلدي وليست منا من أحد الأولاد عم يضحكوا عليه عيب هذا مواطن سوري والله بخجل عليكم بخجل الختام في الختام ببيع نفسه ببيع وطنه بخجل شكرا رجل ريحنا من هذا الردح رجاء شكرا لكما أستاذ جورج صبرا عضو المجلس الوطني السوري مباشرة من باريس والأستاذ أحمد منير عضو مجلس الشعب السوري مباشرة من دمشق شكرا لكما على هذه الإطلالة أتمنى تكون حلقة فكرية بس للأسف رجع لي على نفس كلام المعارضة والعرعرة مش بدنا ساوية قدرنا أنه ننزل لهالمستوى شكرا لكما على هذه الإطلالة ضمن حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة أيضا بدي أشكر ضيوفي في الجزء الأول من هذه الحلقة حيث كانت عن موضوع الأجور محمد شقير غسان غصن وحنا غريب إلى اللقاء الأحد المقبل في التاسعة والنصف مساء